بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم، قناة النادي الأهلي العظيمة. ولقاء مهم جدا جدا جدا، والاستوديو التحليلي لمباراة اليوم بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز المصري. مباراة هتكون صعبة جدا على الفرقتين، هي مباراة يعني تساوي قمة الدوري. إن شاء الله بإذن الله يكون المكسب من نصيب النادي الأهلي ويرجع مرة أخرى لاحتلال الصدارة النهاردة. قبل ما أروح أتكلم عن ماتش النهاردة، لازم تاني يعني هو كلام مكرر بس لازم برضه أتكلم فيه. لازم أشيب تاني بمستر بيتسو موسيماني. راجل بيجتهد وعلى قد اجتهاده حقق بطولات. في أخطاء طبعًا، قد يكون هناك أخطاء، في أخطاء. وده أمر طبيعي في عالم كرة القدم. الأخطاء واردة. لكن هو بيحاول يصلح. بيحاول يستفيد من الأخطاء. ومش عايز بقى إن أنا أوجد مبررات. يعني أقول مثلًا الظروف الصعبة اللي بيمر بيها في الفريق، إصابة البعض، حالة الإجهاد، في ناس ما بتقدرش الحاجات دي. التزاحم المباريات، ضغط الماتشات اللي ورا بعض، النادي الأهلي بيلعب في حتة وبعدين تاني يوم يلعب في حتة تانية، تالت يوم يسافر يلعب في حتة تانية، شفتوا الأهلي بيروح فين؟ ويلعب فين؟ ويلعب إزاي؟ في وقت قد إيه؟ ناس تقول لك أصل ده حصل على يعني أنا مع احترامي لجميع المدربين والمديرين الفنيين في أي حتة، في أي نادي هنا في مصر، بتكلم على مصر، اللي بياخد بطولة في نادي تاني، اللي بياخد بطولة أو بطولتين في نادي تاني بيعملوا له فرح. بيعملوا له فرح ويعملوا ناس، يعملوا له مش عايز ألخبط زيطة، المهم يعملوا له زيطة وفرح ومهرجان وعمل كل حاجة عشان جاب بطولة، عشان جاب بطولة. فما بالك بمستر موسيماني؟ هتقولي أنت دايماً تتكلم على مستر موسيماني، ما أنت لما تيجي تقيم مدرب بتقيمه إزاي؟ مع احترامنا لجميع المدربين برضه، أنا بتكلم على مستر بيتسو موسيماني. ليه مميزات وليه عيوب زي أي واحد، زينا كلنا. في الكرة، في الإدارة الفنية، ليه مميزات وليه عيوب. تعال نقيمه كمدرب، كمدير فني للنادي الأهلي في فترة سنة ونص، ما كملش سنة ونص. هنلاقيه جاي 2 دوري أبطال أفريقيا و2 سوبر أفريقي وكأس مصر. كويس؟ وكمان جايب مرتين برونزية كأس العالم ورا بعض. طيب ده أقدر أقول عليه لما أجي أوصفه، لما أجي أوصف الراجل ده مستر بيتسو موسيماني، أقدر أقول عليه مدرب فاشل؟ طيب بالأرقام هو نمبر 1 في مصر حاليا، سواء بين الأجانب أو الوطنيين مع احترامي للجميع. لازم يا جماعة اللي بيقيم يكون عنده منطق وشيء من العقل. الشيء من العقل بيقولوا إيه؟ أنا قيم الراجل ده، المدير الفني ده، بأرقامه. بأرقامه. وأشوف الفرق بين مستر موسيماني وغيره. وغيره. ما تخلينيش أتكلم أكتر من كده. لكن أنا لما أتكلم وأقيم أكون عقلاني. واحد في سنة ونص جايب لك تقريبًا 7 بطولات، ما أنا هتكلم على برونزية كأس العالم سنتين ورا بعض، أنا بالنسبة لي بطولة. أنا بالنسبة لي بطولة. واتنين سوبر أفريقي واتنين بطولة أفريقيا وواحد كأس مصر. يبقى ده مدرب فاشل إزاي؟ ده اللي أنا عايز أعرفه. يعني حتى الاجتهادات اللي بتطلع تقول لك، يعني حتى لو أنت بتجتهد، مش هنقول تحلل، لأن اللي بيحللوا الناس على عيني وعلى راسي. ولكن لما تيجي تحلل خليك منطقي في تحليلك. خليك منطقي في الحكم على الراجل، المدير الفني اللي موجود دلوقتي في النادي الأهلي اللي هو مستر بيتسو موسيماني. لا، أرقامه. أرقامه بتقول لا هو مدير فني كفء. أرقامه بتقول إن هو حقق اللي ما حققوش حد قبل كده في مصر ولا في النادي الأهلي. في فترة بسيطة. في فترة بسيطة. وحضراتكم عارفين الظروف كمان اللي بيمر بيها النادي الأهلي في خلال السنة ونص اللي مسك فيهم مستر بيتسو موسيماني. وطالما اتكلمت بقى على حتة الضغوط والإجهاد اللي بيتعرض لعيبة النادي الأهلي ليه، شوفوا قد إيه معاناة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. ده انا بكلم حضراتكم الفتره الاخيره دي بقى لها قد ايه، بقى لها تقريبا سنه ونص. انا بتكلم طبعا على لعيبه النادي الاهلي، بقى لها سنه ونص ضغط ماتشات واصابات واجهاد وكورونا وسفر وعوده. يعني خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي النهارده. وانا برضو كان عندي امل لحد اخر لحظه ان ماتش النهارده بس خلاص هيتلعب، ربنا يوفق النادي الاهلي. بص النهارده النادي الاهلي هيلعب مع بيراميدز،
وبعد الماتش مباشرة هيطلع من الملعب على المطار عشان يسافر جنوب افريقيا عشان عنده ماتش صعب جدا 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 قدام سان داونز. والماتش ده هيكون ليه دور كبير جدا في ترتيب المجموعه. وبعد ما يرجع يلعب مع المريخ السوداني يوم 18 في نفس الشهر. وبعد كده اللعيبه الدوليين عندهم بقى مهمه وطنيه هامه جدا 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 لتحقيق حلمنا كلنا، حلم المصريين كلهم، اللي هو الصعود ان شاء الله لكاس العالم في مواجهه السنغال في مباراتين 25 و29. وبعدين بعد العوده من السنغال مباراه مهمه امام الهلال السوداني في اخر مباريات المجموعه. يعني جدول بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي مش ممكن. عندك ماتش كمان بعد ما ترجع، بقول لحضراتكم بعد ماتش السنغال بيومين مع الهلال السوداني. وبعدين يقول لك ايه في الاخر، بعض الناس تقول لك ايه، هي لعيبه النادي الاهلي مجهده ليه؟ مجهدين في ايه؟ ده في منهم قاعدين ما بيلعبوش. ما تبص لضغط الماتشات. احنا مش طالبين على فكره، النادي الاهلي عمره ما طلب ان هو ياخد حق مش حقه او تجامله على حساب نادي تاني، مش ده النادي الاهلي. احنا مش طالبين نظره مجامله ابدا، احنا بس طالبين نظره عدل. هو انا كنادي اهلي مش هدفع فاتوره اني بلعب مباريات دوليه وبكسب وبشرف اسم مصر، مش انا اللي هدفع الفاتوره. يعني انا اتكلمت كلام كان نفسي اقوله، كان نفسي اقول اشد من كده، ولكن خلينا في ماتش النهارده. ان شاء الله ماتش النهارده ماتش مهم جدا جدا امام منافس قوي الكبير النهارده مع فريق حديث العهد، بقاله كذا سنه بس، ولكن صارف فلوس كتير، جايب لعيبه كتير، وبقى ليه مكان وسط كبار. فريق عنده امكانيات جيده وهو حاليا بيتصدر القمه، بس هو بيسبق النادي الاهلي بمباراه. لكن بعيدا عن الترتيب هو ماتش صعب، ماتش صعب على الفرقتين، على النادي الاهلي وعلى نادي بيراميدز، لانها مباراه قمه. كسبان فيها حط ايده على قمه جدول الدوري من النهارده. مباراه بين لعيبه عندهم امكانيات كبيره. كل فريق اكيد عنده الدوافع انه يكسب النهارده ويعزز تقدمه ويكون على القمه طبعا. المباراه مش عايز اقول ست نقط، هي مباراه بثلاث نقط، ولكن الكسبان النهارده كانه كسبان مكسب مزدوج. لانه لو كسب نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لو كسب، لان الماتش ده صراع على قمه الدوري فعلا، هيتمسك بالدوري وبعد كده هيبقى فيه توقف. لكن ان شاء الله ان شاء الله كل اللي نتمناه نشوف مباراه ممتعه للغايه. ده اللي بنتمناه النهارده، واللي اتمناه انا وجميع الاهلاويه ان المكسب يكون من نصيب النادي الاهلي. عايزين نشوف كمان النهارده عداله في التحكيم، ويكون ان شاء الله كابتن محمود البنا في قمه مستواه زي ما هو عودنا دائما، ويدي كل فرقه حقها. احنا لما بنتكلم على التحكيم بنطالب بس بالعداله، مش بنقلل من اي حكم او اي فرد او اي فرد من افراد المنظومه، لكن بنقول عايزين ايه؟ عايزين العداله سواء لينا او علينا، يعني لينا او لكل الفرق الثانيه. مش بقول لحضرتك جاملني، ولا بقول لحضرتك اظلم المنافس، ولا بقول لك ان انا عايزك تجاملني على حساب المنافس. لا، انا عايز حقي بس، انا عايز بس اشوف العداله في كل الماتشات، في كل الماتشات سواء لينا او الماتشات الثانيه. الماتشات الثانيه اللي بنشوف فيها افتكاسات تحكيميه يعني فوق الوصف. ماتش النهارده بين اتنين مديرين فنيين، مستر بيتسو موسيماني، وطبعا مستر بيتسو موسيماني ليه وضع في الدوري العام الممتاز والمصري الممتاز وافريقيا، وحقق نتائج كبيره جدا مع النادي الاهلي، وقدامه مدير فني جدير بالاحترام هو الكابتن ايهاب جلال، مدرب ليه تقله، مدرب ليه تكتيك خاص بيه في الملعب. هنشوف اكيد مباراه قويه بين فرقتين كبار وبين اتنين مدربين جامدين في الكوره، لما تيجي تقول مدربين تقال. ان شاء الله باذن الله يكون المكسب من نصيب النادي الاهلي. تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي، نعرف منه اخر استعدادات النادي الاهلي قبل التوجه لاستاد السلام. اتفضل يا كريم.
مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل ايضا كمان جمهور للنادي الاهلي العظيم اللي ان شاء الله النهارده بنتفائل الحقيقه بوجوده وهتافه ومساندته الدائمه والمعتاده الحقيقه لفريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. ضغط رهيب الحقيقه، وبنلتمس كل العذر لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، تلاحم كبير جدا يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتلحقش تعمل ريكفري، ايضا كمان الجهاز الفني تحضيره من مباراه لمباراه صعبه جدا الحقيقه على لعيب النادي الاهلي، لكن رهاننا المعتاد قدام الحقيقه كابتن ايمن طبعا على روح الفانيلا الحمراء وايضا كمان الجديه والاصرار والعزيمه المعتاده طبعا والمعهوده على كل لعيبه النادي الاهلي. هي الظروف كده وهو ده قدر النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين ان احنا نقدر نتخطى مباراتين صعبين جدا في وقت قليل جدا، وهي مباراه اليوم النهارده مباراه الاهلي وبيراميدز على استاد الاهلي ويا السلام، وهي مباراه مؤجله الحقيقه من الجوله الثامنه من بطوله الدوري العام، مباراه يكون فيها صعوبه جدا، بيحذر اكيد بيتسو موسيماني من اكثر من نقطه على التحامات طبعا التدخلات كل الامور دي، لان احنا من مباراه بيراميدز مباشره الى جنوب افريقيا الى مواجهه طبعا الجوله الرابعه وهي فريق ماميلودي سان داونز، لكن كل خطوه بناخدها واحده واحده طبعا زي ما الجهاز الفني معودنا والنادي الاهلي بشكل عام، بنقفل الصفحه بنبص بدوافع متجدده ورغبه ايضا كمان جديده لفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، لكن النهارده عندنا مهمه صعبه امام خصم عنيد الحقيقه فريق بيراميدز المتصدر بطوله الدوري العام برصيد 26 نقطه، يمكن للنادي الاهلي 25 نقطه، لكن مباراه لها حسابات خاصه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا. التحضيرات اللي احنا لمسناها الحقيقه من خلال التدريبات الاخيره لبيتسو موسيماني ومدى جديه لعيبه النادي الاهلي تكون مردودها كبير النهارده وتترجم ان شاء الله مع لاعبي النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي في حاله الفوز ان شاء الله باذن الله يتصدر جدول بطوله الدوري العام ومنها الحفاظ عليه زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي وايضا كمان لاعبي النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بناكد عليه في اكثر من مره كابتن ايمن، لان مفعوله كبير جدا ومؤازرته بتدي يمكن افضليه بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي رغم قله العدد اللي بنشوفه، لكن الحقيقه كانت رساله مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، بنامل العدد يكون في زياده كمان في بطوله الدوري العام، لان كره القدم بدون جمهور بتكون صعبه بشكل كبير جدا وتحديدا كمان على فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله موسيماني النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل، لعبتنا حالتها كمان النهارده ان شاء الله بنراهن عليها في البدايه دخولنا يكون جاد، هي مباراه تكون مقفوله تكتيكيا زي ما بنقول، لان نادي بيراميدز حافظ النادي الاهلي والنادي الاهلي ايضا كمان حافظ نادي بيراميدز، يمتاز ايضا نادي بيراميدز بعدد من العناصر المميزه جدا، كابتن ايهاب جلال ايضا المدير الفني، موسيماني كمان من خارج الخطوط عليه دور كبير جدا جدا في التغييرات وفي قلب طريقه اللعب اللي اكيد بنشوفها وبنلمسها في كل مباراه، لكن ان شاء الله كابتن ايمن باذن الله المباراه تعدي على خير، ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي، التحذير المستمر من عدم التدخلات عدم الالتحامات، لان احنا محتاجين كل اللعيبه. طاهر محمد طاهر الحقيقه كان عنده كدمه قويه في المباراه الاخيره وتدريب الامس، يمكن شارك في جزء بسيط لكن متواجد بالتضحيات الكبيره اللي بناكد عليها، لان هي دي المرحله محتاجه تضحيات من كل اللعيبه، عوده ياسر عوده ايمن امر مهم جدا ساعد بشكل كبير جدا لاعبي النادي الاهلي، لكن احنا ثقتنا كبيره في الكل، اي 11 يكون متواجدين في هذه المباراه وفي المباراه التي تليها مباشره هي مباراه سان داونز ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين، فيا رب ان شاء الله كل الامور تكون معانا، المناخ والطقس والظروف ان شاء الله تساعدنا بشكل كبير جدا في تخطي هذه المباراه الصعبه جدا، ايضا كمان بنتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم مكون من كابتن محمود البنا، احمد حسام، احمد توفيق طلب، وعبد العزيز سليم حكم رابع، وحكام الفار اللي عليهم دور كبير جدا كالعاده كابتن احمد الغندور والكابتن يوسف البساطي. يمكن زي ما احنا متعودين يا كابتن ايمن طبعا كل الامور الخاصه طبعا بتحرك فريق النادي الاهلي لتشكيل الاجواء الخاصه في استاد الاهلي والسلامه تكون معاك لحظه بلحظه طبعا من خلال الاستوديو التحليلي ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله كمان باذن الله حال وجودنا في الملعب باذن الله نقول للتشكيل، ويا رب ان شاء الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد، وزي ما نقل لنا كريم جاهزيه ان شاء الله باذن الله جميع اللاعبين وباذن الله المكسب النادي الاهلي اللي اتمناه، ومن ضمن الكلام اللي قاله كريم نتمنى ان شاء الله في البدايه ما فيش حد يتصاب باذن الله الجميع يخرج سليم سواء من الاهلي او بيراميدز، لان الفرقتين عندهم ماتشين جايين كمان 3 4 ايام والفرقتين بيمثلوا مصر، فان شاء الله باذن الله تعدي المباراه بدون اي اصابات. شفنا من كريم عودة بعض اللاعبين ودول هيضيفوا قوة للنادي الأهلي، وإن شاء الله النادي الأهلي قادر على حسم اللقاء بإذن الله النهاردة وحصد نقاط ثلاث نقاط جديدة في رصيده بإذن الله. قبل ما أروح للفاصل عايز أتكلم على نقطة أتكلم عنها كريم، أتكلم عن الجمهور، جمهور النادي الأهلي العظيم، جمهور النادي الأهلي العظيم اللي هو اللعيب رقم واحد في النادي الأهلي، الفضل بعد ربنا لجمهور النادي الاهلي العظيم في انتصارات وانجازات النادي الاهلي، الفضل بعد ربنا النادي الاهلي العظيم وجمهوره العظيم لاي لعيب كان منتمي للنادي الاهلي
وما زال بينتمي للنادي الاهلي واللي بيلعبوا في النادي الاهلي ده دلوقتي. مهما اتكلمت عن دور الجمهور ومهما اتكلمت عن الجمهور، مش عايز اقول ان انا اروح اسلم وابوس دماغ كل واحد من جماهير النادي الاهلي واحد واحد. انتم مهما اتكلمت عنكم مش هوفيكم حقكم. انتم مهما قلنا عنكم كلعيبه كمسؤولين في النادي الاهلي مش هنقدر نديكم حقكم. انتوا على عيننا وعلى راسنا، ويا رب خليكم لينا دايما. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن اسامه عرابي. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. نورنا كابتن، اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن ايمن نور الدنيا. الله يخليك. توفيق ان شاء الله. الله يخليك. كابتن علاء ميهوب نورنا كابتن. اهلا بيك. اهلا يا كابتننا كابتن اسامه عرابي. نورنا كابتن. ازاي؟ الله يخليك. كابتننا فيلسوفنا. كابتن ايمن. كابتن عادل. اهلا بيك. نورنا كابتن. الله يخليك. كابتن شريف، النادي الاهلي يعود مره اخرى للبطوله المحليه بعد تغلبه على المريخ السوداني المباراه اللي فاتت 3-2. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتوفيق النهارده ان شاء الله، مباراه كبيره مع فريق كبير. النادي الاهلي بيلعب نوك اوت خلاص، مباراه كؤوس على طول، بقى محطوط تحت ضغط البطل دايما اللي بيعودنا فيه كل سنه. كل ما بيكسب مباراه كل حقيقه ما بيثبت احقيته بالبطولات واحقيته بالمقدمات اللي هو دايما بيسعى عليها لنفسه ولجماهيره، وده الشكل الطبيعي والوضع الطبيعي بتاع النادي الاهلي. بتلعب النهارده يمكن الاختلاف، كنا زمان ممكن نلعب بيراميدز وهم السبعين التلاتين الربعين، لا النهارده في حاله منافسه، يمكن هو متفوق عليك بمباراه، لاعب اكتر منك مباراه وانت متاخر بمباراتين، المباراتين دول بيدوك احقيه النهارده لو كسبت الحقيقه بتفرق كتير قوي عن الاول وعن التاني وعن التالت، وكمان بتاخد الثقه اللي انا ببحث عليها قبل مباراه سان داونز باذن الله. ان شاء الله ما نكونش عندنا نفس حاله المباراه اللي فاتت اللي هي حاله كانت موجوده على اللعيبه كلها الحقيقه، ارهاق غير عادي، اللعيبه مش قادره تنفذ التحركات اللي هي كانت في المباراه اللي قبلها، فهو الضغط كل 48 ساعه ومباراه ده. فاحنا بنتمنى ان لعيبتنا النهارده يكون عندها ريكفرينج كويس، عندهم كانوا استشفاء كويس قوي، مدير فني متفاهم، مش ممكن يكونوا بيتمرنوا يعني. انا قلت لك قبل بعد الماتش اللي فات يروحوا مساجات، يخشوا ثلاجات، ثلج كتير، ويخرجوا على اساس ان هم يلموا او يعملوا حاله ريفريش للعضلات ويقدروا يرجعوا لشكلهم الطبيعي. ايوه سيبك من الطريق 3-4-3 او 3-4-2-1، الشكل والوجود وكل مباراه ليه ناسها وكل مباراه ليها شكلها وكل مباراه ليها خططها، انما اللاعب لازم يبقى واقف على حيله، اللاعب نفسه يبقى عنده كميه من ان الملعب وحشه حتى. يعني احنا في جيلنا حاله زمان ان احنا ساعات قلت لك ما بنبقى زهقنا من الضغط على طول، فلازم هتتعادل ماتش، لازم هتتغلب ماتش، لازم هتكسب ماتش 1-0 مثلا بالعافيه او 3-2 زي ما حصل المباراه اللي فاتت، الظروف دي كلها هتعدي فيها. فباذن الله النهارده نادي قدام فريق بيلعب معاك مفتوح، دايما مباراتنا معاهم تبقى مباريات جيده جدا. انا حاسس النهارده ان شاء الله النادي الاهلي هيبقى شكله كويس باذن الله ويحقق الفوز باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، مره صعبه بين الكبير النادي الاهلي وحديث العهد بيراميدز اللي اثبت في فتره قصيره جدا جدارته وتفوقه على انديه عريقه في الدوري المصري العام. دي حقيقه مباراه ليها حسابات خاصه، موقف ناديين في الدوري، قوه الناديين، طبعا النادي الاهلي معروف، النادي الاهلي طول عمره قوي، طول عمره بيلعب على بطوله وطول عمره هو البطل. زي ما قلت بيراميدز حديث العهد، لكن في 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 مده قريبه جدا بدا يبقى ليه اسم وليه كيان وبدا يخش ضمن الناس الكبار في الكوره. مظبوط. لان حصل 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 شراء قوي جدا وعمل فريق كويس محترم جدا، تقريبا نصه لعيبه دوليه، عرف يعمل فريق لازم تحترمه بلغه الكوره. يعني لازم تحترم فريق بيراميدز بلغه الكوره، فريق هو دلوقتي حاليا هو اول الدوري مع المتقدم مباراه على النادي الاهلي. مباراه النهارده مش هيعمل يعني مباراه النهارده مش هتعمل حاجه في بطوله الدوري، يعني مش هتحدد حاجه، لكن مهم قوي ان شاء الله تكسب المباراه دي. صح، عشان ان شاء الله انت هتسافر.
شايف النهارده بالليل عندك مباراه اهم. يعني انا النهارده لو خيرتني بين مباراه النهارده وسان داونز اقول لك لا لا انا اهم حاجه عندي سان داونز. بس في حاجه اسالك فيها. اتفضل. قدر الله لا قدر الله نتيجه ماتش النهارده لو سلبيه هتاثر تاثير سلبي على اللعيبه؟ هتاثر سلبي يعني لفتره قليله جدا انك انت هتفصل ايام انك عندك بطوله اهم. عشان كده بقول لك لازم مفيش حاجه تاثر على حاجه. هو ده هو قدر اللعيب في النادي الاهلي. كل بطوله انت بتدخلها بمفهوم وفكر تاني. بطوله النهارده لأسوأ الظروف حصل حاجه ولا تعنيك شيء. تروح قافل تماما تقفل تماما وتفكر في الاهم. دايما انت عندك حاجه مهمه، دايما عندك ماتش مهم، مباراه سان داونز هي الاهم. عشان كده بقول لك ان شاء الله نكسب. لا انا بقول لك لأسوأ حاجه يعني الكره فيها كل حاجه لك أسوأ الظروف لكن ان شاء الله النهارده تكسب وتكسب بشكل حلو كمان. ان النادي الاهلي مع الفرق اللي بتلعب لعب مفتوح وعايزه تكسب بيعرف يلعب كويس قوي، بتحس ان هو فعلا كبير. احساسك في البدايه؟ لا ان شاء الله خير النهارده ان شاء الله باذن الله. مش الاهم مباراه خالص النهارده، لكن سريعا كده ايمن انا حاجه عندي السبت ان شاء الله رب العالمين. مباراه السبت عندي مهمه جدا جدا جدا. النهارده مباراه في الاول وفي الاخر هي بثلاث نقاط، مش هتحسم حاجه خالص، لكن انت يا اما تفكر في مكسب. انت ما يفرقش معاك هتلعب النهارده تلعب بكره. كابتن شريف بيقول لك ما بيلحقوش يعملوا استشفاء وكده، هو ده قدر اللعيب في النادي الاهلي ولازم يتاقلم على كده. وهو ده المطلوب، تخرج مباراه تخش مباراه تعبان مضغوط، لكن انت ملزم انك انت في النادي الاهلي جماهيرك كبيره جدا ما بتطلبش غير بالفوز. عندك هدف واحد بس هو الفوز لسه بقول لك عليه. فعشان كده ان شاء الله تعدي مباراه النهارده على خير يا رب. يا رب ويبقى ان شاء الله على السبت ربنا يكرمه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اسامة، النادي الاهلي من يومين حقق فوز صعب على المريخ السوداني، النهارده عنده لقاء اصعب. والصعوبه فيه تكمن في ان انت بتلاعب متصدر الدوري، ان شاء الله لو كسبت النهارده ترجع لمكانك الطبيعي وتتصدر الدوري مره اخرى. مفيش شك ان هي مباراه صعبه، لان بيراميدز من ساعه ما طلع ابتدى يزاحم الاهلي والزمالك وبقى هو رقم ثلاثه في مصر، وبعد بعض الفرق نسبيا زي الاتحاد المصري الاسماعيلي انبي، كل دول كانوا متقدمين في الجدول عن بيراميدز. لكن بيراميدز في السنتين ثلاثه الاخرانيين او من ساعه ما طلع القوه الشرائيه الكبيره اللي عندهم جابوا لعيبه مميزين، فابتدوا يخشوا مش هقول لسه انه بياخدوا دوري عام او بطوله افريقيا مثلا، ولكن وصلوا بطوله افريقيا النهائي الدوري اهو متصدرين، رغم ان النادي الاهلي لسه لاقيه مباراه. فابتدوا يزحموا فرقه الاهلي والزمالك على نسبيا على البطولات، وطبعا لسه بعاد، لكن هم اقرب فرقه ممكن تحقق حاجه غير الاهلي والزمالك في الفرق المصريه يعني. وقلت دي راجعه للامكانيات الماديه الكبيره اللي اشتروا بيها لعيبه مميزين سواء منتخبات او لعيبه اهلي وزمالك او لعيبه مهمين في انديه اخرى يعني. المباراه النهارده انا مع علاء وكابتن شريف، رغم اهميتها لكن اهميتها مش بالدرجه اللي هي تحسم دوري عام. انت بتتكلم لسه الماتش ده العاشر بالنسبه لنا وال11 بالنسبه لهم، يعني لسه في 20 مباراه اخرى. يعني النهارده بالظبط هيبقى بالنسبه للاهلي ثلث الدوري. صحيح مهم ان احنا نكسب، مهم جدا ان احنا نكسب نفسيا ومعنويا تتصدر الجدول، معنويا انك انت رايح تروح سان داونز وانت كسبان غير ما تروح وانت مغلوب او متعادل، لكن في النهايه مش زي ما علاء قال مش هتحسم الدوري العام. لسه موضوع الدوري العام بدري جدا بدري جدا انه لكن من الناحيه المعنويه هي مباراه مهمه، خاصه انه من ساعه ما بيراميدز طلع بقت الماتشات الاهلي وبيراميدز بقت من الدربيات، يعني زي الاهلي والزمالك، زي الاهلي والاسماعيلي، زي الاهلي والمصري، الزمالك والمصري. فبيراميدز والاهلي بقى من الدربيات اللي موجوده في الكره المصريه، وبيبقى مباريات جميله ونتائجها متقاربه، يعني احنا بنكسبهم وهم يكسبونا، نتعادل، يعني الامور قريبه شويه. صحيح. فهي مباراه مهمه، لكن ان شاء الله التفوق يكون للنادي الاهلي، واتمنى ان اللعيبه اللي هم البدلاء او اذا كان حد فيهم هيبتدي لما نعرف التشكيل، نتمنى انه لازم يثبتوا جدارتهم ان هم يستحقوا ارتداء الفانيلا الحمراء، لان انا مش هفضل بس اعتمد على 11 12 لعيب مهما كانوا تعبانين مراهقين، واحد زي علي معلول، واحد زي السوليه، واحد الناس دي بتلعب مباريات عدد كبير جدا فبيحصل تعب.
فالبدلاء او اللي هم بقيه الفرقه يعني لازم يثبتوا جدارتهم لما يكون حد عنده فرصه في المشاركه يعني. صحيح كابتن عادل، مباراه صعبه على الفريقين، يمكن صعبه على النادي الاهلي، هل لانها انك بتلعب مع متصدر الدوري ولا عشان كمان ضغط المباريات المتتاليه للاعيبه النادي الاهلي؟ طبعا كابتن، انا يعني كابتن اتكلموا على المباراه واهميتها من ناحيه بيراميدز ومن ناحيه الاهلي. السؤال بتاعك كابتن مهم جدا، في انه الصعوبه ضد في الانديه الكبيره ما بتبقاش في الخصوم، لان هو المفروض افضل نادي في البلد. دائما الصعوبه بتيجي الضغط، ضغط المباريات. بمعنى يعني النادي الاهلي طالع من الماتش على سان داونز، قوه المباريات في دوري الابطال للدوري غير الكاس كمان، مش بس الناس بيقول لك ما طب ما برضه بيروحوا يلعبوا، بيراميدز بيروح يلعب، لكن انا بكلمك على درجه صعوبه الانديه في الانديه. الحاجه الثانيه المهمه، النادي الاهلي جه من كاس عالم انديه وجه 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 كتير قوي. طب هقول لك حاجه كابتن، خلينا اكلمك في فكره ثانيه. اتفضل. دائما الانديه الكبيره لما تيجي تتعاقد مع مدربين، اهم ناس وعناصر في الجهاز الفني ما بيبقاش المدير الفني بس، بيبقى مدرب الاحمال ومخطط الاحمال عشان الظروف ده، لانه اكيد هم عارفين انه هيلعبوا في اكثر من بطوله، والنادي الاهلي طموحاته انه يلعب على جميع البطولات، لانه عنده حته الوان وي اللي هو لازم يكسب، حتى لو بيلعب اي حد، لو لعبنا افضل فرقه في العالم لازم نكسب. ففي الوقت الحالي اللي انا عايز اقوله لك، مشكلتنا الكبيره في الاجهاد، تمام؟ يبقى ده وقت المدرب الاحمال ومخطط الاحمال مع المدير الفني. كويس. اوصفها لك ازاي؟ باختصار يعني، دلوقتي في دقائق ممكن يلعبها لعيب، وفي شوط ممكن يلعبه لعيب، وده بيجي تبع المدرب الاحمال او مخطط الاحمال نفسه، يروح لمدرب الاحمال، يروح للمدير الفني يقول له ادي ده 20 دقيقه، ادي ده 30 دقيقه. يعني ما تستغربش ان ممكن المدرب في وقت بيشيل لاعب وهو اداؤه كويس قوي ممكن يخرجه بره، لانه مش هيقدر يديك اكتر من كده علشان حته الدقائق اللي متظبطه علشان يلعب المباريات كلها، الا هتدخل في حته الاجهاد وتغيير الفرقه. طب خليني اسالك سؤال تاني بمناسبه الاحمال وحته الاستشفاء اللي اتكلم عنها الكابتن شريف. دلوقتي انا بلعب كل 3 ايام ماتش، تمام، كويس، يعني مش هيبقى في احمال عالي، مفيش احمال خالص. حلو، كويس، مفيش احمال خالص. اه، وتقريبا تقريبا الفريق كله بيتمرن زي بعض تقريبا. لا، هو المفترض يبقى في تغيير، بس نتكلم فيه. نتكلم على الواقع. الواقع نتكلم على الواقع. يبقى في غلط. لحظه واحده بس. طب اتفضل. ال 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 الاحمال في فتره الاستشفاء الصغيره دي تبقى احمال ضعيفه جدا، كويس. هل ده ممكن ياثر برضو على الحاله البدنيه للعيب وما بقاش غير جاهز؟ طبعا يا كابتن، انت في فرق ما بين، ما فيش دلوقتي تدريب جماعي في كره القدم، لانه لازم يبقى في تدريب فردي للناس اللي تديهم اكتر من حمل الحمل. اما اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي انت ما بتعملش احمال. احنا اتكلمنا يا كابتن في حته الاحمال دي، كانت قضيه كبيره في العالم جدا، اللي هي ازاي تنزل اللعيب ترجعه للاستشفاء. كان في التسعينات والثمانينات وشرحناها قبل كده، كانت بتبقى 72 ساعه، وصلت 48 ساعه، وصلت دلوقتي 18 ساعه. بس انت لما بتدي الاحمال الخفيفه دي ما للعيبه خالص، دي مش احمال، صح، ما بتديش حاجه استشفى للفرقه كلها. لا، في لعيبه محتاجه. لا، انا مش بدي للفرقه كلها، انا بكلمك على اللي لعب، هو اللي رايح تدريب في شكل، واللي ما لعبش ليه تدريب حمل تاني في شكل اخر، علشان انت، ما عشان كده انا بقول لك مخطط الاحمال وليس مدرب الاحمال. ايه هو مخطط الاحمال دي؟ شغلته ايه؟ شغلته ان هو بيعمل لك رسم بياني لفرقتك، ان مثلا كابتن علاء ميهوب المفترض ان فت دلوقتي لمد 75%، كابتن اسامه عرابي 80، الكابتن شريف 90%، ده هياخد او درجه الاجهاد، ده ياخد 20 دقيقه، ده ياخد 40 دقيقه، ده ياخد 50 دقيقه. انت فاهمني يا كابتن ايمن؟ ودي مهمه، يعني دي النقطه اللي بيتكلم فيها عادل، دي مهمه جدا. انا عارف يا كابتن، مش بس ممكن، اكيد بيحصل
مش ممكن يا عادل يا ايمن. ما بتحصل في ليفربول والحتت دي عادل ثانية يا ايمن. ايمن انا بتكلم بعيد عن عندنا بعيد حتى عن مخططين الاحمال ومدربين الاعداد البدني والكلام ده. زي ما عادل اتكلم في الكره الحديثه بالذات ده بالبلدي كده اي واحد مدرب يشتغل حتى مع نفسه كده معهوش حد فاهم انه 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 اللي بيلعب غير اللي ما بيلعبش. صح. يعني انت هتجيب علي معلول او زي محمود وحيد مثلا بعيد عن الملعب زي مثلا محمود وحيد بيلعب خمس ماتشات طول السنه مثلا او مريح ما لعبش الماتش اللي فات وما لعبش الماتش اللي قبله هيمرنه بنفس الحمل اللي بيتمرن بيه. لا لا طبعا مش ممكن. هو بس انا كابتن ايمن كان بيقول كلمه كابتن ايمن انت كنت انت عاوز تقول طيب بالاجازات اللي بياخدوها ليه كله بياخد اجازات زي بعض؟ ممكن تقول كده. انا عايز اقول لك على حاجه ده تقدير مدرب. هو المشكله على تقدير مدرب. هي المشكله عندي انا حاجه واحده ايوه كده زي ما انت قلت 30 و50 و80 بس في لعيب ما بيلعبش اكتر من 20 30 دقيقه كل ماتش وبينزل نفس الحاله زيه زي اللي بيلعبوا كل الماتشات. طب ده عادل ولا عادل دي بس انا بتسأل لا يعني انا يعني بيبقى مجهد يعني انا حسين شحات وطاهر المره الماتش اللي فات مثلا يعني نازلين مجهدين برضو يعني ناس قاعده بره وناس تانية قاعده بتلعب جوه الاثنين مجهدين برضو. ما هو دي القضيه اللي كانت دي بقى اللي انا كابتن. اللي ايمن بيدور عليها اللي انا بدور على النقطه دي ده هو بيدور عليها ايمن قصده دي الكابتن قصده نعمل ازاي الحمل في التعامل مع النادي. بص يا كابتن عندنا ممكن يكون قله التمرين لا الفرقه عندنا هو اللي فهمت خلينا نبقى واقعيين ونتكلم كلام منطقي هو بيدور على دي الفرقه عندك يا كابتن في اوفر تريننج قدامنا لعيبه النادي الاهلي على الشاشه ومواصلين لملعب المباراه. بص يا كابتن عندنا اوفر تريننج وعندنا انفت صح في الفرقه في الوقت الحالي ده بقى اللي انا عايز اوصله. لازم نتكلم كلام منطقي ليه؟ لان الفروقات ما بين الاساسي والاحتياطي كبيره فنيا وبدنيا. بتحس انت اللي بينزل هو بيلعب مع المجهدين بيبقى مجهد شويه. ما تقول حاجه ميهوب خليها كملوا كملوا ليه بس عشان اقول لك على حاجه لا اصل مش ممكن هم عندك يا اسامه 13 14 اللي بيلعبوا على طول اللي الدايره بتدور هم كلهم يلفوا دول على السؤال ما حدش عايز 13 هل بيحصل ولا لا بس ما تجاوب انت بس هل بيحصل ولا لا 13 14 لعيب الحكايه بتلف وتدور فيهم يا كابتن فانت النهارده بالنسبه لك مش انت اللي معاهم هناك كابتن شريف من الاخر انت بتتكلم في ناس مجهده في ناس مش جاهزه في ناس بتسافر على طول مع بعض مش جاهزه دي يبقى في ناس بتلعب ماتشات لا يعني زي مش جاهزه بتلعب ماتشات جوه ايوه كابتن الحكايه كلها طبعا لا الحكايه كلها التركيبه كلها في ضغط المباريات ده انا حاسس يعني ضغط المباريات كل اثنين وبعدين سفر بره ورجوع وسفر جوه اكيد اكيد هنتعب يعني. شويه اكيد احنا كلاعيبه كده هنتعب طب خلينا نتكلم في حاجه منطقيه ثانيه في عدم ثقه بيبقى في لاعب غير لاعب بمعنى دايما المدربين كده في لاعب بيخلصك بسرعه انت حاسس انه بيخلصك بسرعه في لاعب مجتهد ولاعب متوسط عشان كده لما اتكلمت انا في تنظيم الاحمال وتنظيم الدقايق ده شغل المدرب انه في لاعب انا محتاجه قوي في المهم اديله الحاجات المهمه بس انت مش عايز تتكلم يا كابتن علاء لا يتكلم مش عايز خلاص اتكلمت قلت كل حاجه خلينا اكلمك في نقطه علاء مصاب اصلا طب خلينا اكلمك دي مصاب فيها خلينا اكلمك في نقطه 3 4 3 ولا 4 2 3 1 لما تلاعب فريق بيمتاز عنده حته التنظيم كويسه قوي عنده لعيبه عندها مهاره عاليه عنده سرعات عنده لعيبه تقدر تخلص لك الماتش من انصاف الفرص كويس انهو افضل الاستوديو اللي فات انا كنت اتفرج عليكم كويس كويس وفتحتوا النقطه دي قبل المباراه ايوه بس احنا قلنا ايه ما انا قلت استنى لا انا على فكره مش بنقطكم كنت بسمع عادل قال 4 2 3 1 4 3 3 3 4 3 كويس هي كل طريقه انت عايز منها ايه انا بتكلم على زوج ماتش النهارده كويس ماشي الاستوديو اللي قبل اللي فات قلت لك انا ايه مفيش طريقه بتاخد منها 100% مظبوط خلاص مظبوط اللي حصل المباراه بتاعه المريخ لسه مفيش 3 4 ايام اللي كان عندك المشكله كانت فين خلل فين كان في نص الملعب بس عشان انت بتلعب اتنين نص ملعب بس طب حلو قوي كويس خليني انت النهارده ايوه بتلعب فريق عنده امكانيات تقريبا في كل الخطوط كابتن خليني اخدك في النقطه دي حته تانية اتفضل طبعا كلكم امبارح شفتوا توتنهام وبيلعب ايفرتون كويس 5 0 5 0 توتنهام بيبقى كسبان جول بيرجع نص ملعبه وكل اللعيبه قدامها الكوره كويس وبيلعبوا في نص ملعبه كويس دي طريقة لعب مدير فني ما بيغيرهاش كونتي
هو بيلعب على دي لعب قدام مانشستر بيقفل بيقفل عايز ايه كويس بيقفل نص ملعب لعبته فايقه انا عارف انا عارف والله كويس. كويس الماتش اللي فات بلاش الماتش اللي فات في بعض الماتشات بتلاقي المدير الفني بيحس بلعبته طبعا كويس بتلاقي نقول ايه تفاوت بين اللعيبه في الحاله البدنيه كويس واللعيبه مش واقفه على رجليها وانت خدت اللي عايزه من الماتش ما تقدرش تغير الطريقه وتلعب لازم طيب ما الاهم حاجه في المباراه اللي انا خدت اللي انا عايزه من المباراه ابدا افكر في لعيبتي بس كده لعيب الكوره دلوقتي عادل بيتكلم على الكوره العالميه لعيب الكوره بيعمل ريكفري في الملعب لنفسه انت عارف يعني ايه يعني هو عارف انا بعمل استشفاء خلال المباراه مش كسل ولا تعب لكن انا عارف يعني الكوره ملهاش اي لازمه اجري عليها ما بجريش عليها بلاش اجري بالكوره كتير العب الكوره من اللمسه ولعب لا اتحرك خلي حركتك بص يا ايمن ما هو انا بقى مدير فني ومدرب احمال واللي كان بقى اللي كان بيقول عليه مخطط احمال كويس كل دول ليه عشان يحافظ على الحاله البدنيه بتاعه اللاعب مظبوط لو اللاعب نفسه ما بيحافظش على الحاله البدنيه بتاعته لازم كله يمشي في خط واحد لازم اللعيب يوصل لدرجه ان هو يعرف يحافظ على حالته خلال المباراه حتى لو مجهد الذكاء بتاع لعيب الكوره ان حتى لما يكون تعبان تحس ان هو ما عندوش مشكله في حاجه بسيطه جدا كوره سهله مش هبقى تعبان مثلا والعب كره طويله للكابتن شريف ويجري فكر ما هي دي اللي بيحصل زي اسلوب الضغط اعلاء في كل حته انا مثلا بلعب يعني مباراه يبقى له ميكانيزم انا مش على طول اضغط انا بلعب مباراه انا بلعب مباراه ايمن كويس المباراه الحمد لله طمنت عليها بنت كل حاجه ابدا انا كمدير فني افكر بقى دي مهمه دي ده الاهم دي الاداره اغير اسامه اغير مش عارف كابتن شريف اغير عادل حاجتين هكتسبهم هريح لعيبتي وادي الناس اللي بره عشان ما تقعش بدنيا بتاعه ماتشات وممكن اغير اسلوب كل حاجه بص تدور زي ما انت عايز طول ما انت كسبان والامور كويسه متاح ليك تعمل كل حاجه صح. تغير لعيبتك وتغير اسلوبك لا تحت بند ايه مش هيحصل اختلاف اللعيبه عارفه يعني مش هديهم حاجه جديده بالعكس هغير 3 4 3 ل 4 2 3 1 كده فاهمني واحده كابتن اكمل دي كان الاوان واحده بس كان الاوان ان في الوقت الحالي ان النادي الاهلي ممكن يفكر في الناحيه الدفاعيه لما يوصل لدوره ادافع علشان ما يبقاش اللعب على وتيره واحده رايح هو ده اللي انا عايز اوصل له كلامي مع كابتن على قسم مباراتك توتنهام كسبان 4 بص ايمن قسم كسبان 5 بص ايمن انا معاك في اي مباراه في الدوري كويس 3 نقاط صح انت الحمد لله كسبت ومكسب كويس مظبوط المطلوب منك خصوصا ما يكون مضغوط مثلا تلعب مباراه بعد ثلاث ايام هتسافر حاجه بقى تروح حاسس ان لعيبتك مجهده خلاص اوريدي لعيبتك مجهده صح حاجه سهله جدا كل اللي تفكر فيه ترجع ورا تقفل مساحاتك تغير تعمل تنشيط للعيبتك في الاخر هتكسب ثلاث حاجات الثلاث نقاط محتفظ بيهم مظبوط مقفل كويس قوي كميه جريك قلت لعبت ناس ما بتلعبش انت عايز تدخلهم زي ما كان اسامه بيتكلم دلوقتي عايز تدخلهم فورم مباريات فيها استفاده انت مهاريا الهجمه المرتده ممكن تجيب جوان بص يا ايمن هو قال كلمه كابتن علاء بص يا ايمن انت خدت من الماتش اللي انت عايزه مباراه كره القدم مش هكسب ثلاث نقاط وبس صح اكسب ثلاث نقاط وابدا افكر انا عايز استفاد النهارده مثلا كسبان 3 4 وبدري الحمد لله عايز اطلع بكل المكاسب النهارده راح لعبت ولعب ناس ما بتلعبش واقلل كميه الجري انا ما عنديش مشكله انا كسبان الحمد لله 3 نقاط وعندي استحقاقات ثانيه جامده بس كده جينات اللعيبه خلي بالك في جينات لعيبه الاهلي يعني حتى انت لو قلت المدرب قلت لهم اتحفظوا وقفوا تحت وكده هم جيناتهم كده ان طول الوقت بنلعب على المكسب بس انا الاوان بقى بس لازم ما انا اقول لك انا الاوان يا كابتن انك انت برضو تخلي الكرة قدامك لان العالم كله طبعا بيحط الكرة قدامه طبعا لو ليفربول بيلعب اقل دوري في الفرقه في الدوري الانجليزي بيخلوا الكرة قدامه بس كل فرقه وليها ظروف فاهم قصدي يعني النهارده انا من غير ما اعرف كده هيلعب بفتحي وديانج وسولية من غير ما اعرف هيلعب ازاي كل مباراه وليها رجالها وليها ظروف حتى لو الحكايه فيها اجهاد او فيها عشان بتلعب بيراميدز لا دي بروفا كمان لفرقه مماثله لي بيراميدز انت رايح لفرقه زيها بالظبط ماشي ما هي دي تعتبر بروفا قويه الماتش صن داونز هما الاثنين انت رايح بفرقتين هل زي ما علاء بيقول وعادل هتقدر انت تنظم من اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب خالص تدخلها النهارده وتطعم وتقبل التحدي وتقبل
الامر الواقع ان فعلا لعيبتك مجهده. دي طب انا هقول لك دي بتاعت دي بتاعت المدير الفني. طب اسامه خليني اسالك سؤال مش بتاعتنا احنا. هل التغيير طريقه اللعب بصفه مستمره ما بين 3 4 3 ل 4 2 3 1 هل بيهز استقرار الفريق شويه او بيعمل قلق في بعض الخطوط او بيأثر على المستوى الفني؟ اه طبعا لو كل شويه وكل ماتش هتفرق. الطبيعي يا ايمن اي فرقه في العالم سواء نادي او منتخب ليه طريقه اساسيه. يعني ايه طريقه اساسيه؟ يعني هتلاقي 90% من مبارياته بيلعب بشكل معين. كويس. زي ما انت قلت تشيلسي مثلا بيلعب 3 4 3 توتنهام بيلعب باسلوب معين ليفربول 4 3 3 مانشستر سيتي 4 3 3 في فرق ثانيه 4 4 2 ده بيبقى الشكل العام للفرقه في معظم المباريات بره ملعبه جوه ملعبه خارج ده طبيعي. لكن في بعض الاوقات في بعض الحالات المدير الفني عنده رؤيه معينه لفرقه معينه ممكن بيغير الاسلوب وده اللي احنا بنقول عليه مرونه خططيه سواء من اللعيبه بيبقى عندها خبرات كبيره او هو محفظهم حاجه تانية غير اللي هم متعودين عليه. ده بيلعبوا في 10% من المباريات يعني مش كل مباراه النهارده العب 4 2 3 1 والماتش الجاي العب 3 4 3 والماتش اللي بعده العب 4 3 3 والماتش اللي بعده العب 4 4 2 لا ما فيش كده. أيوة. ما فيش فرقه في العالم هتتابعها هتلاقي كده سواء منتخبات او انديه. أيوة. لكن في بعض الوقت يعني انا فاكر قريب في الدوري الانجليزي توتنهام لما متغلب 5 من مانشستر يونايتد لما اتغلب 5 من ليفربول تاني ماتش كان بيلعب 4 3 3 كسب 3 كسب 3 كان بيلعب لعب 3 سيرتيفيكات لعب 3 4 3 صح لعب بشكل مختلف لان هو حس ان الفتره دي مثلا الفرقه محتاجه ان يامن دفاعاته اكتر ان يتحفظ اكتر في وقت معين بيحتاج ده. لكن مش كل مباراه والثانيه اغير الطريقه لا طبعا. صحيح. اللعيبه حتى الاحساس ببعض والاحساس بالاماكن مزبوط. هيبقى مختلف لانه كل طريقه رغم طرق اللعب فيها تشابه في حاجات كتيره في اساسيات في الكوره في قواعد اساسيه لكن كل طريقه ليها شكل مختلف. انت لما بتلعب ثلاث سردباكات بتدي حريه كبيره قوي 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 للباكين للطرفين اللي هم الظاهرين يعني بيطلعوا لقدام قوي بيبقوا عندهم مهام هجوميه في 3 4 3 لما بتلعبها 5 4 1 مثلا لو فرقه اقل في المستوى بتلاقيهم متحفظين ورا بيبقوا 5 مدافعين عشان يصدوا هجوم لفرق مثلا اشرس منهم. فكل مدير فني بيبقى ليه شكل في طريقه اللعب او طريقه لعب ولكن من الطبيعي ان الفرقه كل ما مستواها بيعلى لاعبتها من الخبرات اللي عندها صحيح. بتقدر تلعب بطريقه تانية او بشكل تاني لكن ده مش دائما صح. طب تعال نروح لملعب المباراه وزميلنا كريم احمد نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا كريم. برحب بيك يا كابتن ايمن كل التحية ليك ولكل مشاهدينا طبعا ونجوم الاستوديو التحليلي. يا رب ان شاء الله النهارده كل الاجواء والظروف تكون مع فريق النادي الاهلي في مباراه صعبه بالتاكيد على الفريقين وتحديدا كمان على فريق النادي الاهلي نظرا للضغط الكبير والتلاحم المستمر الحقيقه والغير مبرر لفريق النادي الاهلي من بطوله الدوري للبطوله الافريقيه. لكن ان شاء الله باذن الله نتخطى هذه المباراه بنتيجه واداء ايضا كمان. ما هو ده قدرنا بس احنا عايزين نطمن على الاجواء قبل بالظبط يا كابتن ايمن. بالتاكيد يا كابتن ايمن اجواء بالتاكيد مميزه جدا لفريق النادي الاهلي لكن احنا حتى هذه اللحظه وصل اكيد النادي الاهلي في ميعاده 6:30 لكن منتظرين اكيد طبعا فريق بيراميدز لم يصل حتى هذه اللحظه لكن منتظرين ان شاء الله وصول فريق بيراميدز لدخول طبعا في عمليات الاحماء استاد الاهلي والسلام. الحقيقه طبعا حاجه مميزه جدا ومشرفه تليق الحقيقه بفريق النادي الاهلي وفريق بيراميدز ايضا كمان جمهور النادي الاهلي الحقيقه شافه يتوافد على المدرجات لمساندته ومؤازرته بالتاكيد في هذه المباراه الهامه جدا. لكن ان شاء الله يا كابتن ايمن ثقتنا كبيره في اللاعبين بيتسو موسيماني منتظرين التشكيل لكن انت عارف يا كابتن ايمن طبعا لسه لم يصل فريق بيراميدز من المفترض كان المفروض التشكيل في هذه اللحظات يكون معانا لكن ان شاء الله منتظرين فريق بيراميدز يصل لخروج التشكيلين ومنها ان شاء الله يكون معاك مره ثانيه نقول التشكيل ونشوف بيتسو موسيماني قدر ان هو يختار مين في هذه المباراه ويا رب ان شاء الله الظروف تكون معانا ونستطيع ان نتخطى هذه المباراه بنتيجه واداء يسعد جمهور النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي متواجده في الملعب يا كريم
بالتاكيد يا كابتن ايمن، يعني العدد طبعا انت عارف بنامل العدد يكون كبير شويه للجمهور، لكن واضح ان في عدد بيتوافد على المدرجات للمؤازره والمسانده المعتاده. دورهم مهم جدا كالعاده في كل المباريات، رغم قله العدد لكن بيكون دورهم مؤثر جدا، بيطلعوا اللعيبه من حاله الضغط الكبير اللي متواجده. فان شاء الله باذن الله يكونوا سر من اسرار النجاح زي ما عودونا في كل المباريات، سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه. طمنا على عمار حمدي، سمعنا ان هو كان موجود النهارده فندق الاقامه مع اللاعبين. يعني نقدر نقول طبعا يا رب يسلم عمار طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه ويرجع من جديد لفريق النادي الاهلي. الحقيقه هو ماشي في برنامج طبعا موضوع ليه بعد الاجراء طبعا الاخير، او بعد طبعا الكشف الخاص ليه والامور الخاصه طبعا الطبيه بيه والتاهيل والبرنامج الموضوع ليه، تواجد النهارده في فندق الاقامه قابل اللعيبه طبعا. كل طبعا الحقيقه يعني بيساند عمار الفتره اللي جايه، كان ليه جلسه مع اخصائي العلاج الطبيعي طبعا الدكتور وفائي طبعا المتواجد مع فريق النادي الاهلي. حالته مطمئنه عمار الفتره اللي جايه ان شاء الله، ويمكن قلنا ان هو هيسافر قطر خلال الايام القادمه لاستكمال البرنامج. يا رب ان شاء الله يعود من جديد مع بدر بنون، وايضا كمان مع احمد نبيل كوكا، كل اللعيبه اللي احنا فاقدينها الفتره اللي فاتت بقى لها فتره كبيره جدا، ان شاء الله تعود من جديد لتساند وتشارك النادي الاهلي في فرحته في كل البطولات، في البطوله الافريقيه تحديدا الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. كريم متشكرين جدا، ومستنيينك بقى مع تشكيل النادي الاهلي وتشكيل فرقتين ان شاء الله. طيب كابتن عادل، كان عندك تعليق على كلام الكابتن اسامه؟ لا انا لا لا مفيش، لا يعني كنا بنتكلم في على ايه على طريقه اللعب، يعني ان انت انا بقول الفرقه بيبقى ليها طريقه معينه ثابته وبيغير في بعض المباريات لطريقه اخرى، لكن مش في كل مش مباراه للثانيه. ما هو كابتن السيستم حاجه والمرونه التكتيكيه حاجه ثانيه، يعني زي ما الكابتن اسامه بيقول هو انت. طب انا هسال سؤال هنا، انت لما بتكون متواجد وانت بتهاجم، لو انا قلت لك انت بتلعب بطريقه ايه وانت بتهاجم، هتشرح لي هتقول لي انا بهاجم دلوقتي بخمسه وتحت اتنين وتحتيهم ثلاثه، فايه الطريقه؟ تبقى ثلاثه اتنين خمسه مثلا، ولما بتيجي تدافع بتحط مثلا العشره تحت، يبقى انت بتلعب عشره صفر. يعني هي الموضوع يا كابتن باختصار ان هو انت لما بتيجي تحط اللعيبه في المكان بتاعه، يعني انت بتلعب مثلا ثلاثه اربعه ثلاثه، ايوه ده السيستم خلاص، ده لكن وانت بتهاجم بشكل وانت بتدافع بشكل اخر، فما فيش حاجه اسمها فرقه بتلعب بطريقه. الطريقه يعني، طب قول لي لما دلوقتي الفرقه كلها بتلعب في 30 يارد الاخيره. لا لا لا، بس هو كابتن اسامه وضح نقطه، ان انت ليك اسلوب لعب، ليك طريقه معينه بتلعب بيها في معظم المباريات، تمام، ولكن في بعض المباريات ممكن تغير طريقه اللعب، ممكن تغير سيستم، بتغير اسلوب اللعب. انت مش بتغير طريقه اللعب يا كابتن، لا ممكن تغير طريقه اللعب. لا لحظه بس يا كابتن، انت مش تغيير طريقه اللعب كطريقه لعب. يعني انا اقول لك حاجه، لما بتلعب 4-1 4-1 ماشي، عاوز تطورها اكتر حاجه ليها تطويرها، ما هو في طرق بتناسب طرق، ماشي. انت كنادي مش هتلعب بجميع الطرق، بتناسب طرق ولا بتناسب لعيبه؟ لا ما هو انت قلنا اتفقنا ان اللي بيحط طريقه اللعب من اول السنه ومشتة اللعيبه مش المدرب. يعني انا لو بحب العب ثلاثه وما عنديش ثلاثه امكانيات ثلاثه هلعب اثنين، لو ما عندي والعكس صحيح. فاحنا بنتكلم في ايه؟ في طرق بتناسب تطويرها لطرق اخرى، يعني زي ما قلنا 4-1 4-1 بتمشي 4-3-3، ما تقدرش تعملها خمسه مثلا. لو انت عملتها خمسه، لانك انت بتختار العناصر اللي جوه الملعب تناسب الطريقه. ليه انت احيانا ممكن تعملها 4-5-1 وممكن تعملها 5-4-1؟ ماشي، لا 5-4-1 لا، في ناس بتعمل. أقول انا فرق افريقيه جت لعبتنا هنا عملت نفس الاسلوب. يا كابتن انا اقول لك حاجه، هو الخطا في المدرب دايما انه بيبقى شتت قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بيبقى اقصى اليمين بطريقه ويغيرها اتجاه اخر. لكن انت بتتكلم مثلا، هنديك مثال، مثلا النادي الاهلي، احنا لسه كنا في قضيه بنصيرها دلوقتي مع الكابتن علاء ميوب، ان النادي الاهلي ما اقول لك حاجه، ودي على مسؤوليتي، ما بنعرفش ندافع، ما خدناش على الدفاع، ما بتعرفش تدافع الا انك ما عندكش حته انك انت طول الوقت عايز تحافظ على النتيجه، انت عايز تكسب. فكل اللعيبه عشان كده انا بقول لك احنا كنادي اهلي، ما هو هقول لك حاجه بس يا كابتن عادل، ما ده سيستم النادي الاهلي من ايام ما كنا احنا صغيرين. طب ما هو ده اللي انا بقوله لك، ولكن لا انا الاول لازم اتغير. في بعض المواسم كنا، يمكن الكابتن شريف وكابتن علاء ميوب وكابتن اسامه عربي حضروا الموسم ده، واحنا حضرناها الموسم ده، حضرت اربع تجوان بيدخلوا فينا، بنسنتر اربع مرات في السنه. بص يا ايمن، بص عشان بس عايز اسالك قبل ما تخش، اتفضل. احنا دلوقتي عايزين الطريقه تقولون عليها في وجود سوليه وفتحي ومجدي قفشه
وديانج مش قولوا لنا بقى طريقه على تواكب الاربعه دول يا علاء بس هي دي مشكله على اساس ان كل الاربعه موجودين في الملعب موجودين في الملعب قولوا لنا الطريقه بتاعت الاربعه دول اربعه 2 3 بقى عشان نقفل بس الموضوع عشان نقفل بس الموضوع اللي كان في ايمن وعادل عشان تكسب وتهاجم كويس لازم تدافع كويس مظبوط فرق الدنيا كلها بتعمل كده والعالم في العالم صحيح عشان 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 اهاجم كويس لازم عندي بقى اسس وكده والدفاع يبقى صح يعني فيها مليون حاجه يا ايمن في مليون حاجه اختيارك للعناصر طريقه لعبك بتعلم الناس ازاي بتضغط وبعدين يعني طول عمرك بتعرف تدافع كويس قوي بتعرف تدافع كويس قوي وتكسب ده اللي انا عايز اقوله دفاع ما هو دفاع بيبقى ايه فردي وجماعي يعني دايما احنا بنقول الدفاع بيبدا منين كمان والفروين مش هدافع من عند ربيعه وياسر لا كام دي الناس دي اخر ناس ممكن تفكر فيها عشان كده الموضوع مختلف خالص يعني وكمان ممكن يبدا برضو انا معاك في الخطوط قصدك انت يبدا من قدام ولكن ممكن يبدا كمان من قدام بس تكون خطوطك البدايه في نص الملعب قريب يا ايمن في فرق يعني في فرق مش في مصر عن فرق عالميه انت بتشوفش حارس المرمى بتاعه وهي بتهاجم عليها مزبوط. انت متخيل اللي بيدافعوا وبيضغطوا بس هي ثقافه ازاي ما دافع والضغط اعرف ادافع وابقى هادي هو دي الثقافه لازم تعلمها مفيش فريق بيهاجم 90 دقيقه زي ما حد مثلا بيقول طبيعي هتضغط طبيعي طبعا. على فكره طبيعي هتضغط بس الذكاء الكره هتتقطع وتبقى كبيره كبرى كفريق واسم ازاي لما بتضغط وتدافع بتبقى هادي واقف صح ومقفل مساحاتك صح اللي قاعد بيتكلم عليها دي ازاي اقفل مساحاتي صح ومهما ضغطتني ومهما هجمت عليا انا بقى هادي ما عنديش مشكله قدرك كده انا كابتن ايوه قدرك كالاهلي في الفرق دايما بتعمل ايه ما هو انت دلوقتي النادي الاهلي عاوز يدافع ما هي دي المشكله انا عايز انزل ادافع النهارده الفرق اصلا اللي بتلعبني بتدافع انا مش عايز انزل ادافع لا انا فاهم في فرق ان انا نازل العب النادي الاهلي مثلا اي اسم لا انا فانا نازل ادافع انما انا ما بدافعش لا. انا اعرف امتى ما ادافع ادافع هو ده انا موافق. ايوه انت بقى بس انا هقول لك حاجه بس لما تكسب انت خدت بالظبط ما ده حصل يبقى عندك ارقام يعني جول ولا فرق انت خدت اللي عايزه من الجيم صح انا بص يا ايمن هو انت من بدايه الاستوديو انت بتتكلم في نقطه واحده ثقافه ازاي اما اكسب مباراه ازاي احافظ على المباراه دي هي دي ثقافه لعيب ولا ثقافه لا دي كوره على فكره دي كوره عامه كلها ومدير فني وكده ازاي انا زي ما قلنا احافظ على مكسبي واحافظ على فرقتي مختلف معاك عشان يقعد عادل علاء بعد ما فاكرين احنا السنه اللي فاتت كنا بنقول مش عيبه اما نكسب 1-0 ايوه هو دي بقول لك ايه هي دي احنا مره خدنا دوري مره خدنا دوري كامل المجموعه بتاعتنا دي مش عيبه ويا ما سنين وانا حالف كده على يا ما سنين من زمان قوي كابتن شريف كابتن شريف يا ما سنين قبل احنا حتى ما نلعب انا كان مثلا سنه على بكسب 1-0 لا 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 انا ما بتكلمش على 1-0 انا بتكلم سنين حتى قبل ما نلعب احنا كان الشبكه العذراء موسم يجي في الجول يبقى انت بتعرف عشان احنا كفرادة ما كناش بنجيب اي حاجه علينا بتعرف تدافع كويس مش عيب على فكره بس هو تعليمات ثقافه ازاي تدافع وتحافظ على مكسبك التزامي على وتركيز وتعليمات بتتنفذ طب ما تيجي نشوف مشوار الفرقتين قبل انطلاق المباراه مش عارف مختلف معاك في ايه يا كابتن ولا ايه مش عارف مختلف معاك في ايه لا هعرف بس هقول لك مشوار طيب. مشوار الفرقتين اتفضل نادي الاهلي لعب 9 مباريات نادي بيراميدز لعب 10 مباريات نادي الاهلي عنده 25 نقطه بيراميدز عندها 26 نقطه نادي الاهلي فاز 8 مباريات وبيراميدز فاز 8 مباريات تعادل نادي الاهلي مره واحده وبيراميدز تعادل مرتين ونادي الاهلي وبيراميدز مفيش ولا هزيمه حتى الان نادي الاهلي ليه 27 هدف اقوى خط هجوم ونادي بيراميدز ليه 20 هدف نادي الاهلي عليه 8 اهداف وبيراميدز عليه 5 اهداف اقوى خط دفاع قبل ما اروح لكابتن اسامه كابتن عادل كنت عايز تقول ايه مختلف معاك في ايه قول ان مفيش دلوقتي في كره القدم مباراه بتبقى تحضير لمباراه اخرى اللي هو ايه اللي انت كنت بتقولها هو دي إيه؟ ان انت المباراه دي بروفا لايه ده كابتن شريف اللي وانا قلت ده بروفا قويه لا ليه مباراه سان داونز مفيش في الكوره دلوقتي بروفا
طب اتكلم كابتن شريف. اتكلم يا كابتن شريف. لا هو ثانية واحدة صح؟ لا لا كابتن شريف لا لا ما يجاوبش. هو مش قصدي انا قلت بروفة قوية. نزل ايدك اشرحها اشرحها عشان ما تحطش ايدك في الكوبس ولا هو البروفة البروفة ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي انت احيانا عندك ماتش قوي، انت النهارده هيجي لك التشكيل ممكن تلاقي لعيبه من اللي هيلعبوا الماتش اللي جاي مش متواجدين. طبعا كل الماتشات قويه، كل ايوه كله قوي، مفيش حد بيجي يلعب قدامك الا لما بيطلع اللي عنده 70,000 مره. لو تتفرج على فرقه بيراميدز بيلعبوا مع كل الفرق اللي فاتت ويكسبوا واحد بالعافيه والماتش رايح فأنا جاي. فانا حته البروفه دي ما بحبهاش. وتيجي تعد اللعيبه اللي جوه بيراميدز دي ياخدوا كاس عالم. بلا تقدر تقول مباراه قويه واعداد قوي. انما تيجي ولا اعداد دي انت عاوز تعمل استشفاء يا عادل. لا للماتش اللي جاي قصدي. خلاص كلمني. اللعيبه بتيجي قدامك تحس ان اللعيب مضروب في 12. عشان يعني انت النادي الاهلي ده يوم العيد بتاع الفرق بتلعب. ما تقوليش النهارده بروفه وبكره بروفه. في انديه في الجدول الدوري الجدول المصري ودي انا حاسبها من سنين. انت عارف ان انت بتستلم من نادي ايه؟ دي مهمه جدا طبعا. في الدوري ما الاسماعيلي بيعاني عشان بيستلم من الاهلي. في الاسماعيلي بيستلم من الاهلي. بتيجي الفرق طبعا عايزه تموت نفسها قدام الاسماعيلي، ما خسران قدام الاهلي. طب بقول لك ايه، في فرق لازم تلعب المباريات بتاعتها الكبيره قبلها لازم مباراه خفيفه ويحسبوا ويدوروا في الجدول. بص يا ايمن هعلق عليه بس بسرعه شويه كده. على فكره بس معلش مع احترامي للنادي الاسماعيلي وكده، الفريق اللي بيلعب بياخد فرقه من النادي الاهلي يبقى مبسوط. ده صح. المفروض انا وانا لو انا باخد فريق باخد فريق لسه ملاعب النادي الاهلي وجاي لي ده انا ببقى مبسوط. طب ده هيجي عامل كميه مجهود مش طبيعي. صح. المفروض انا استغل دي مبدئيا بس يعني فوجاله كده بس. ايوه ايوه بس في نفس الوقت يا كابتن علاء والفرقه بتبقى جايه من النادي ماتش انت بتتكلم مظبوط في اول ماشي. السنه ولكن بتبقى خسرانه في معظم الوقت بس جاي لك تعبان بدنيا. الكلام بتاعك مظبوط في النص الاولاني من الجدول مش في النص الاخير. في النص الاولاني النص الاولاني طيب عموما هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل حديثنا الشيق مع نجومنا الكبار بعد الفاصل. ارجوكم انتظروا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف معانا تشكيل الفريقين، تشكيل النادي الاهلي محمد الشناوي لحراسه المرمى وظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر علي معلول، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. بيلعبوا قدامهم اثنين في خط الوسط الدفاعي فتحي واليو ديانج، حمدي فتحي واليو ديانج، ورباعي مقدمه محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، احمد عبد القادر ومحمد شريف. مره تانية محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني وعلي معلول، زهراي ايمن وايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم، دمهم ثنائي خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي واليو ديانج. يبقى مستر موسيماني النهارده مريح عمرو السوليه على الدكه طبعا، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، احمد عبد القادر ومحمد شريف. جالك بيراميدز؟ بيراميدز تشكيل مختلف تماما عن اخر مباراه مع المقاولين العرب. يمكن كابتن ايهاب جلال كان مريح مجموعه عشان ماتش النهارده، بيلعب النهارده بالقوه الضربه كلها اللي موجوده عنده كابتن ايهاب جلال. شريف اكرامي حارس المرمى، عمر جابر، ظهير ايمن، محمد حمدي ظهير ايسر، قلبي دفاع علي جبر واحمد سامي، وسط الملعب نبيل عماد دونجا، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، و راس حربة وحيد قدام لاكاي. نقوله مرة تانية، شريف إكرامي راس المرمى، عمر جابر ظهير أيمن، ومحمد حمدي ظهير أيسر، علي جبر وأحمد سامي قلبي دفاع، وخماسي وسط الملعب. طبعا هيبقى فيه لا مركزية عندهم ما عدا اثنين ممكن يكونوا واقفين، أو على الأقل نبيل عماد هيبقى واقف على طول في نص الملعب. نبيل عماد دونجا، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، وإبراهيم عادل، وقدام راس حربة وحيد لاكاي. كابتن شريف، مستر موسيماني بيلعب النهارده اربعه، بيبدا 4-2-3-1، وبيلعب بحمدي فتحي وديانج في نص الملعب ومريح عمرو السوليه. حسب الظروف اللي احنا اتكلمنا فيها وحاله الاجهاد القماشه المتاحه لمستر موسيماني النهارده وتفكيره في الفرقه اللي انت قلت عليها بتاعت بيراميدز، ازاي يواجه
في الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه لازم نعمل كلنا اتكلمنا لازم في توازن النهارده وازاي ما تجهدش اللعيبه بتاعتك. فهو عنده النهارده من الشكل كده انه بيعتمد على الاثنين سوبر رانر في الميدل فيلد في نص الملعب اللي هم فتحي وديان، اثنين وجهان لعمله واحده، ازاي يعرفوا يقطعوا الكره كويس قوي ويسلموا ويستلموا اذا كان من الديفندر بتاعك الخلفي او بيسلم نص ملعبك اللي هو بيتمثل في مجدي قفشه واحمد عبد القادر وبيرستاو. وفي نفس الوقت بيطلب من هذول من الاثنين دول يكون عندهم رؤيه شايفه الملعب زي ما بيطلع كده علي معلول بيبقى عنده رؤيه شايفه الملعب كله، ان هم يبعتوا الكوره لمحمد شريف او السويتشات اللي هتحصل. انا النهارده بعد حاله الاجهاد اللي انا شفتها الماتش اللي فات بتمنى اللعيبه دي تبقى واقفه على رجليها، لان انت بتلاعب نفس القوه دي في نفس الشكل الناحيه الثانيه. فرقتين انت عارف في ايه لما في حاله، مش حاله استفزاز لبعض لا، بس حاله ازاي كل واحد يستغل نقاط القوه اللي عنده، نقاط القوه اللي عنده والضعف اللي عندك انت او الضعف اللي عنده هو. يعني لو هم اعتمدوا على عبد الله انه هيخلص كل حاجه ومشي، وعبد الله انت عارف بيركن ناحيه الشمال شويه ويبدا يبتدي يقطم عايز يعمل الكوره، بس في جبهات مثلا للناس اللي بتخش، بس في جبهات مثلا يعني فرقه بيراميدز، يعني لو اتكلمنا على ناحيه الشمال هتلاقي عبد الله سعيد ومحمد حمدي ورمضان صبحي، دي جبهه قويه جدا مقابله للجبهه اليمين عندنا، فهيبقى في شغل من ناحيه اليمين عندنا، وفي ناس المفروض النهارده لازم ترجع تعمل مسانده دفاعيه، يعني احمد عبد القادر النهارده لازم يكون ليه دور كبير جدا مع محمد هاني. مكسبك النهارده انت من علي جبر واحمد سامي، دول خلايا الدفاع عندهم نقاط. بص انا اقول لك يعني عشان ايه ما ناكلش الوقت كله، انت علي جبر واحمد سامي ده لازم تستغلهم، هم عايزين يستغلوا طلوع علي معلول عندك، وعبد الله زي ما كنت بحكي لك بيروح لعب الكوره في الحته دي للراجل اللي بيقطع في الناحيه دي. دول شكلهم كده هم حافظين بعض عارفين بعض، وعبد الله بيشوط كويس والفرقه دي بتشوط كويس وكل الفرقه دي عندها نير، بس هل عمرو فتحي وديانج هيبقى عندهم التزام وارتكاز؟ اعتقد انك انت هيبقى ليك وجود. واوحش حاجه انا وعلاء دايما بنقولها لك، ممنوع الميس باص هنا في المنطقه بتاعتك، المنطقه بتاعتك بتاع الميس باص مع فرقه زي دي يعني خطوره. صح، يعني دول ناس بيعرفوا يشوطوا، ناس عندهم اطراف بيطلعوا بيعملوا عرضيات كويسه قوي بيعرفوا يخلصوا. مظبوط، ما تديش فرصه انك انت تعمل زياده عدديه على الديفندر بتوعنا اللي احنا كلنا بنتكلم عنهم النهارده. فباذن الله تبقى فرقتك متوفقه، امكانياتك في الكوره وثقتك في نفسك والمطالبه الجماهيريه اللي تبقى موجوده بتديك انت الاولويه دايما، بتديك التقدم. يا سلام لو انت جبت جول النهارده ودخلت انت ليك اسبقيه في التهديف، اعتقد ان انت هيكون ليك سطوه في الملعب كلها وبتمتلك الامور كلها، ده اللي انا بتمناه باذن الله في اول شوط باذن الله. طيب كابتن علاء، خلينا نتكلم على تشكيل النادي الاهلي واكلمك على اهم اثنين في التشكيل، وانت عارف مين اهم اثنين في التشكيل وطريقه التنفيذ وازاي هيكون اداء الواجب الدفاعي والهجومي النهارده منهم. مش معقول اثنين هيقفوا، لا طبعا اكيد في واحد يعني هيكون ليه الافضليه شويه ان هو يكمل. وكابتن شريف قال حاجه ان حمدي فتحي تقريبا هو اللي هيقوم بمهام دفاعيه اكتر مع ثنائي اللي ورا اللي هو ياسر ومحمد عبد المنعم. ده طبيعي ان حمدي فتحي بتيجي تتكلم كده لعيب بالنسبه للاهلي عنده دفاعيا هي متوفره عن ديانج، كمان ديانج دايما كويس عنده حته الملكه بيطلع لقدام بكوره او من غير كوره. اتفضل. التشكيل اللي انت شايفه قدامك ده مستر موسيماني بيفكر ازاي؟ مستر موسيماني بيفكر يعمل ضغط على فرقه بيراميدز، عايز يستغل التلت التلت الهجومي اللي فيه نقط ضعف كتير قوي للبيراميدز، بتكلم كابتن شريف. عايز يستغل تحركات محمد مجدي، مش عايز بلغه الكوره كده يضغط نفسه، هو عايز دايما يبقى هو اللي ضاغط، عايز دايما هو الفاعل دايما هو المستحوذ على نص الملعب. كويس. هو عايز دي. هو النهارده معظم كلامه النهارده واكيد اتكلم مع حمدي فتحي وديانج وبعدهم يجي محمد مجدي، ثلاثه دول المثلث دول اللي هديك النهارده، هيديك النهارده الاستحواذ، هيديك شكلك في الملعب، هيديك مدى تحكمك في المباراه. استحواذك النهارده يا ايمن مهم جدا. كويس. كويس، بس استحواذ ايجابي، بمعنى مش عايز يبقى عندي اخطاء في نص الملعب. خلي الخطا دايما في التلت الهجوم، ما عنديش فيه مشكله. انت عايز ايه؟
اتكلم حاجه لا كويس. ده جايبين لقطات من ماتش الاهلي وبيراميدز بتاع السنه اللي فاتت 2-2 كويس. هو ده المهم النهارده. هو انت بتلعب الفرقتين اقوياء جدا ونقاط القوه هنا معروفه ونقاط القوه هنا معروفه، بس هو دايما بيقول في المباريات الكبيره ازاي تستغل نقاط القوه بتاعتك انت كويس ونقاط الضعف بتاع المنافس كويس. نقاط ضعف المنافس قلبي الدفاع قلبي الدفاع، بس ازاي توصل؟ هو ده مهم يا ايمن. عشان كده النهارده مهم قوي محمد مجدي يستلم في التلت الاخير ودايما يبقى عنده سرعه الحركه او سرعه التمرير لمحمد شريف، لان دي نقطه ضعف لازم تستغلها كويس قوي. استغل كويس قوي حته ان محمد حمدي بيحب يهاجم كتير على طول، على طول بيحب يهاجم مزبوط. كتير هو يمكن ايهاب جلال بيعتمد عليه كناحيه هجوميه عاليه جدا برده الحته اللي وراته استغل كويس. النهارده الفرقتين هيلعبوا على حاجه واحده بس، ازاي اعرف ابدا الهجمه بتاعتي؟ ده المهم. ماشي. ذكائك انك ازاي تفسد الهجمه، انت كنادي اهلي تفسد الهجمه دي، انك انت لو سبت مساحه وسبت وقت للعيبه بيراميدز هتتاذي. طيب خلينا اكلمك في حاجه تانية. خلينا اتكلم على الجبهه الشمال اللي انا قلت قويه جدا عليها. جدا هتوقفها ازاي؟ ما انت كده هتطلب كويس. من احمد عبد القادر كويس. مهام دفاعيه او كويس. مهام زايده عن المهام الهجوميه بتاعته كويس. احمد عبد القادر او بيرسي تاو، هو بيرسي تاو الحته دي، بيرسي تاو لان احمد عبد القادر هيلعب على عمر جابر، بيرسي تاو هيلعب على محمد حمدي كويس. انا لسه كنت بقول لك ايمن قبل ما نتكلم على الفريق دلوقتي، كل الفريق في الحته الدفاعيه لازم ادافع، ما فيش حد بيستنى، ما فيش حد ما بيدافعش، لان خصوصا المباريات الكبيره دي حاجات بسيطه قوي بتفرق فيها. يعني النهارده لو بيرسي تاو كسل في كوره هتعمل عليك هجمه طبعا. ممكن تتاذي فيها. نفس الكلام عند احمد عبد القادر، زي ما هو محترمك واكيد مش هيخلي مفاتيح لعبك النهارده تقدم، لازم انا برضه احترم ان هو عنده مفاتيح لعب كويسه. المباريات الكبيره كده ايمن، المباريات الكبيره لازم بتقدر الفريق قدامك، بتعمل حسابه كويس قوي وبتلتزم بالكلام اللي بيقوله المدير الفني. النهارده مستر موسيماني اكيد متكلم على اطراف بتاعت بيراميدز ان هي اطراف هجوميا كمان كويسه جدا، ويمكن اكثرهم زي ما اتفقنا محمد حمدي بيعتمد عليه ايهاب جلال، ان دايما بيبقى عنده رمضان وعبد الله السعيد ناحيه الشمال، فجابها قويه جدا. انت ازاي تستغل الموضوع ده؟ تستغل الموضوع ده لازم تضغط الجبهه بالجبهه بتاعتك ضغط كويس قوي، والذكاء ان بعد ما تستلم الكوره التسليم الصح. بص يا ايمن، احسن حاجه تعملها النهارده حته الضغط، بس بعد ما تقطع لازم تسليم بسرعه شويه على المكان اللي فيه مشاكل. دايما بقول لك انا احسن وقت تعمل فيه الهجمه بتاعتك بعد ما تقطع الكره على طول، وتبقى ايجابي على المرمى طبعا. ده اكيد النهارده. طيب كابتن اسامه، الكابتن ايهاب جلال عامل كثافه عدديه في نص الملعب، لكن هو بيلعب برمضان ونبيل دونجا وليد الكارتي عبد الله السعيد و ابراهيم عادل ولاكاي قدام، ولكن ابراهيم عادل برضو بيجي من تحت ولعيب مميز وعنده انطلاقات وعنده مراوغات ناجحه جدا وخطر جدا على الجول وبيعرف يجيب جول. في طريقه 4-2-3-1 لمستر موسيماني، هل دي تناسب فعلا تشكيل او طريقه لعب بيراميدز النهارده؟ انت المفروض بتلعب بطريقتك. بص يا كابتن، خلي برضو احنا معانا على الشاشه يمكن فرقه بيراميدز، فرقه مصر المقاصه مع النادي الاهلي لما كان ايهاب جلال هو اللي ماسكها. انتوا اتكلمتوا عن نقطه مهمه جدا ان طريقه اللعب بتختلف من فريق لاخر. طبعا. كويس؟ فهو في الماتش ده كان بيلعب 4-1-4-1. الماتش ده خلص للنادي الاهلي 3-1. بس هو الفرق بين المقاصه وبيراميدز كبير. بالظبط. في الافراد. بالظبط. في الامكانيات، في الثقه. في اللعيبه الدوليين في كل حاجه بيراميدز اعلى. ماشي، خليني اكلمك على ماتش تاني. ياما لعبنا 3-4-3. لا ده لعبنا 3-4-3. ما هو مش اسماعيل السنه اللي فاتت. لا لا، هنا النهارده واضح انه اثنين بس، لانه الاسامي اللي موجوده علي جابر واحمد سامي بس هم القائدين الدفاع، عمر جابر ناحيه اليمين ومحمد حمدي ناحيه الشمال، مش هيلعب مفيش ثلاثه، يعني واضح انه 4-3-3 مش 3-4-3. هو هيلعب بالاربعه دول اللي ورا وقدامهم. بص يا كابتن، ده لما كان الكابتن ايهاب جلال ماسك مصر المقاصه، بص ايهاب جلال باي شكل بيلعبه هو بيعتمد على بناء الهجمه من تحت، بناء الهجمه من تحت والتمرير من رجل للرجل، ما عندوش الكره الطوليه ان يلعب كور طويله وعلى السكند بول الكره الثانيه والكلام ده، هو ما عندوش الكلام ده، هو بتملي بيحب يلعب من تحت. وعشان كده في الماتشات كتيره لما النادي الاهلي بيضغط كويس
بتقطع كور كتير في المناطق اللي هي امام ال 18 بتبقى قريب ساعتها من الجون، ودي مهمه الاثنين. بس هو فكره هجومي وعنده حته دايما المجازفه الهجوميه حتى ولو على حساب نص الملعب والدفاع. ماشي، ما هو عنده مجازفه هجوميه، بس انا اقصد بيحب يبدا من تحت. مظبوط، ما بيطلعش المدافعين ويخلي حارس المرمى يلعب كره طويله من، لا بيحب يبني. ده برده ماتش الاسماعيلي بتاع السنه اللي فاتت كابتن، بيحب يبني من تحت. ما انا بقول برده كان ايهاب جلال معاهم. هو اسلوب، ولعبنا 3-4-3 هنا مختلف تماما. ماشي، يلعب 3-4-3 وتعادل معانا 1-1. ماشي، ممكن يكون عشان الاسماعيلي كانت ظروفه صعبه وعايز ياخد بونفا بيلعب بثلاث قلب دفاع. لكن هو عنده احمد سامي وعلي جبر عندهم خبرات وعنده نص ملعب كتير عندهم صناعه لعب ولعبه كوره. هو معتمد عليهم في بناء الهجمه من تحت، وخاصه ان هو زي ما بقول لك اللي عنده مهام دفاعيه قوي من نص الملعب هو نبيل عماد دونجا بس. هو اللي هيبقى قدام علي جبر واحمد سامي، وهتلاقي عبد الله السعيد وليد الكارتي يمين وشمال، يعني اقرب ل 4-3-3. وابراهيم ورمضان عبد الله هتلاقيه ناحيه الشمال ووليد الكارتي ناحيه اليمين، ورمضان ناحيه الشمال ومعادل ناحيه اليمين، وقدامهم لاكاي. وساعات هتلاقي ابراهيم عادل وعبد الله واسمه ده بيغيروا، رمضان بيغير. طبعا عبد الله بيكمل في الهجمه كويس، وليد الكارتي بيكمل في الهجمه كويس من ساعه ما كان مع فرقه الوداد، وهو معروف انه من اللعيبه المهاجمين اللي تقدر، اللعيبه اللي وسط الملعب المهاجمين يعني تقدر تقول عليه رقم 8 اللي هو مش 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 سته واضح زي دونجا. دونجا وسط دونجا دافع ثابت مظبوط، هيلم وراهم كلهم. هم عندهم الجزء الهجومي مميز من وليد الكارتي، من عبد الله السعيد، من ابراهيم عادل، من رمضان صبحي، من لاكاي. ده ممكن يعمل لهم مشكله كابتن في الجانب الدفاعي. طبعا، وخاصة قلت لك لو النادي الاهلي بيضغط بشكل كويس وبكتلة واحدة ومن قدام، لان هو بيحب يبني من قدام. لما بتضغط عليه كويس، يعني لو ضغطنا زي ما ضغطنا في مباراة المقاصة او ماتش الهلال السعودي، ممكن جدا الكرة تتقطع كتير في المناطق اللي هي حوالين ال 18 عند فرقة تمثل خطورة عليهم بيراميد. بس هي المشكلة انك انت في المواقف الدفاعية احيانا لازم ترتد كويس، يعني بيرسي تاو لازم يرتد يساعد طبعا في نص الملعب مع ديانج وفتحي، احمد عبد القادر لازم يرتد كويس، قفشه لازم يرتد كويس، شريف لازم يرتد كويس، يعني في وقت لازم تعمل شكل دفاعي من نص الملعب او من تلت الملعب او حتى من تلت من التلت الاخير عندك بعدد كويس، عشان هم عندهم الاطراف كويسه سواء رمضان او ابراهيم عادل، عندهم العمق كويس من عبد الله السعيد ووليد الكارتي. وليد الكارتي من الهدافين عندهم وبيكمل جوه ال 18 كويس. فانت المهم لما انت تقطع الكوره زي ما الكابتن علاء لازم يكون عندك سرعه في التحول من الدفاع للهجوم. ما هي دي بقى المهمه جدا، ودي بقى الحته اللي المفروض، الجزئيه اللي المفروض مجدي قفشه مهم قوي فيها، لانه عمرو سليمان النهارده ما بيلعبش. حمدي فتحي وديانج ما عندهمش حته القطع وتمرير الامامي السريع، هو اكتر واحد هيبقى قفشه وتحركات الثلاثي اللي قدام تخدمه. طبعا. بس انا اقصد قفشه هو اللي عنده جزئيه لما الكره تتقطع يعرف يعمل تمريره بينيه في العمق او في الاطراف الملعب، وبالذات في منطقه العمق اللي فيها احمد سامي وعلي جبر. لكن زي ما قلت لك لازم تقوم بالنواحي الدفاعيه كويس، لان المباراه ديت مش زي مباريات اخرى، يعني في مباريات اخرى المنافس اقل كتير، فانت بنسبه 80-90% انت مهاجم. لكن النهارده هتلاقي المباراه فيها يعني ايه رايح جاي، يعني هتلاقي في فتره هم مسيطرين وضاغطين، فتره انت مسيطر ومضاغط، فلازم النواحي الدفاعيه تتعمل كويس. صحيح، من الخماسي اللي في نص الملعب. صحيح. طيب نقول اسماء البدلاء في الفرقتين قبل ما نروح لكابتن عادل. بدلاء النادي الاهلي علي لطفي حراسه المرمى، رامي ربيعه، ايمن اشرف، كريم فؤاد، لويس ميكسوني، حسين الشحات، محمود وحيد، حسام حسن، وعمر السوليه. يبقى خرج طاهر محمد طاهر. نقولها مره ثانيه: علي لطفي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، كريم فؤاد، لويس ميكسوني، حسين الشحات، محمود وحيد، حسام حسن، وعمر السوليه.
ومحمد محمود برضو بر. كان عندي هاتف كده اسالكم عليه بس انا يمكن. طب نقول بدلاء بيراميدز الاول وبعدين ناخد الهاتف. الو الو بدلاء بيراميدز هيبقى المهدي سليمان لحراسه المرمى، احمد فتحي، اسامه جلال، حسين السيد، اريك تراوري، محمد صادق، ابراهيم توريه، اسلام عيسى، ومحمود وادي. ايه الهاتف يا كابتن شريف؟ بقول لك هو ممكن كريم فؤاد ده يلعب قدام محمد هاني في الوحده دي في مباراه زي دي؟ مين هو احسن لي يعني؟ كريم كان بيلعبها قبل كده مع الكابتن حلمي ولعبها يمين وشمال كمان. انا بقى يعني بتخيل مع بيراميدز يعني في الحته دي مكان مين؟ في اليمين على حساب مين يعني؟ على حساب بيرستاو. هي بس الغريبه النهارده انه في محمود جامد عنده وحيد محطوط. لا لا النهارده بس النهارده في حته انا بدافع انت بتطلبوا ان احنا ننزل ايمن اشرف الثلاثه ومعاهم رامي ربيعه ما اعرفش يعني عدد الديفندر المدافعين اللي هم بيلعبوا ناحيه الطرف. لا انت فاهم قصدي انتوا النهارده بتقولوا من اقوى حته موجوده في بيراميدز اللي بيشتغل ناحيه الشمال. انا كنت بتخيل ان ممكن افكر في كريم فؤاد ومحمد هاني يقفلوا المنطقه دي كويس. بس هو فكر مستر موسيماني النهارده بقى. بالظبط يعني هو مستر موسيماني كابتن عادل الثلاث ماتشات اللي فاتوا هو قبل بيراميدز ثلاث مرات في الثلاث مرات انتهت بالتعادل، مرتين تعادل سلبي ومره 2-2 الموسم اللي فات. اعتقد ان هو بالتشكيل دوت النهارده لا هو بادئ زي ما قال الكابتن علاء وكابتن شريف كابتن اسامه، لا هو بادئ عايز يضغط على بيراميدز من بدايه المباراه وهو يبقى الفعل مش رد الفعل. اكيد الفريقين على فكره بيلعبوا زي بعض النهارده. يعني انا متخيل ودي وجهه نظري المتواضعه ان بيراميدز هيلعب 4-2-3-1 واقولهم لك 4-2-3-1 بس بالنسبه للمهام الدفاعيه عند لعيبه بيراميدز في الملعب مش متواجده غير في نبيل عماد دونجا. هقولها لك ازاي؟ هقولها لك ازاي؟ اولا ايهاب جلال ده انا اعرفه كمان يعني بيني وبينه كلام يعني وانا معجب بيه لانه ايهاب جلال مدرب كويس. مدرب منظم. مدرب كويس قوي وشخصيته كويسه قويه. دونجا والكارتي الاثنين هو ايهاب جلال دايما ما بيحبش الاثنين يبقوا شكل واحد. ايوه. ما بيحبش الاثنين يبقوا مدافعين على طول عشان كده انا بقول لك هيلعب ازاي محمد حمدي، علي جبر، سامي، عمر جابر وهيلعب بدونجا والكارتي الاثنين في نص الملعب. ويلعب قدامهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما ينفعش يلعب الا في المكان ده. ايوه. عبد الله السعيد لو راح ناحيه اليمين لو راح ناحيه الشمال هيبوظ التكتكس اللي بيعمله المدرب. كويس. فعلشان كده عبد الله السعيد هيلعب تحت لقاي وصبحي وابراهيم عادل. ابراهيم عادل ده طرف. لما الكره بتتقطع منه هتلاقي نازلين دول من الاربعه ها؟ تحت هيبقى واحد رمضان صبحي جانب دونجا وابراهيم عادل جنب الكارتي وعبد الله ممكن ينزل تحتيهم جنب الكارتي ودونجا ينزل عند علي جبر. هو ده تفكيره. انا بقول لك ده ايهاب جلال وده تفكير فرقه بيراميدز بالتشكيل ده النهارده. يعني نبيل عماد ينزل ما بين علي جبر واحمد سامي. هينزل يدافع قصادهم وهينزل عبد الله السعيد لان هو حي ده زي حمدي فتحي ما بيعمل ساعات في النادي الاهلي. لا بس مش من الاول بالهجمه اللي عليه، لكن انا بكلمك على ده طريقه لعبه لانه عنده رمضان صبحي ما بيعرفش يلعب الا طرف وطرف شمال. ابراهيم عادل هو اللي جوكر شويه لكن افضل حاجه بيلعبها لراس حربه لا بيلعب طرف يمين. عبد الله السعيد لازم بيبقى تحت نص الملعب. بص يا كابتن هنا مثلا ده ماتش المقاولين الاخير لل هتلاقي دونجا تحت في وسط. بص ايوه بالظبط ما هو على طول كده يا كابتن. ما هو بص يا كابتن ايهاب جلال في الوقت الحالي بيعمل ايه؟ ايهاب جلال في الوقت الحالي بيلعب بالخمسه المدافعين اللي هو حمدي وجبر وسامي وعمر ودونجا. دول بيدافعوا. دونجا بينزل يستلم كمان مش محتاجهم يهاجموا. اقول لك حاجه مهمه. محمد حمدي مش هيهاجم النهارده كتير. عمر عمر جابر مش هيهاجم خالص ولا ده هيهاجم خالص. بس عايز اقول حمدي على ناحيه محمد حمدي اقول لك حاجه بس محمد حمدي فاحيانا كتير بينسى وبيتقدم من نفسه لان هو ده اسلوب لعب. اسلوب لعب هو طبيعته كده. بص يا كابتن اسلوب لعب لما يبقى قدامه رمضان صبحي في المباراه دي ايوه مش هيهاجم. ليه؟ لان رمضان بيقفل على اي حد. رمضان صبحي محدود اللعب في الحته الشمال. رمضان وينج ليفت قديم. ابحث في لعبه هتلاقي على طول واقف حته دخوله جوه بيبقى صعب الا يعني نادرا.
انت فاهمني؟ لكن انا بكلمك النهارده ليه انت مستغرب ازاي ان ايهاب جلال فكره انه يحط الكارتي ويحط دونجا ضعاف قوي في الدفاع، لان وليد الكارتي ما بيعرفش يدافع. لا بيدافع، بس بيدافع فين؟ بيدافع قدامه مين؟ قدام مين؟ لما بيجي يلعب الفرق العاديه مش النادي الاهلي، لا ايه اللي بيحصل؟ ما بينزلش بقى وما بيديهمش الواجبات الدفاعيه، لكن النهارده هياخدوا واجبات دفاعيه. عشان كده انا بقول لك واتفرج على المباراه هتلاقي محمد حمدي، عمر جابر مع علي جبر واحمد سامي ودونجا، مش هتشوف حد الا نادرا لما الكوره بتبقى ناحيه محمد حمدي بيطلع يساند. طب انت اتكلمت على رباعي وسط الملعب وما اتكلمتش عن دور ابراهيم عادل. لا ما ابراهيم عادل طرف يمين، هيلعب النهارده طرف يمين. هيلعب طرف يمين. هيلعب طرف يمين. بص بس كده. ممكن نشوف في تبادل في المراكز بينه وبين رمضان صبحي؟ احيانا، لكن يا كابتن رمضان صبحي اقصى حاجه بيعملها الدخول من ناحيه الشمال. رمضان لما بيلعب ناحيه اليمين بيكتف، لان اللاين بيبقى خصم عليه. انت فاهمني؟ انا فاهم قصدك. بيبقى خصم عليه لانه رمضان لاعب انت عارف لازم بيروح لواحد ضد واحد ما بياخدش الا في رجله، بياخدش طويل الا نادرا. عبد الله السعيد، ما هو دي مشكله التكتيك. عبد الله السعيد هيلعب نمر 10؟ ده طبيعه لعبه. انا بقول لك ان وليد الكارت هو اللي هيبقى نمر 10. عبد الله يبقى فين؟ عبد الله على طول بيشتغل ناحيه الشمال في الماتشات الاخيره بالذات، بيمين ناحيه الشمال، وحتى مع المنتخب بيروح ناحيه الشمال شويه عشان يعمل يستلم من تحت ويلاعب الناس وبعدين يكمل على رقم. وهتلاقي وليد الكارت ده هو اللي بيخش جوه ال 18، ووليد بيبقى ناحيه اليمين وبيخش يكمل جوه ال 18، ودونجا هو اللي في نص. هي يعني ما بين 4-3-3 و4-2-3-1، بس يعني اقرب ان كارتي وعبد الله بيخشوا للعمق. وليد عنده مجهود اقوى. هقول لك حاجه يا كابتن، اتفضل. عبد الله السعيد بيلعب بمزاجه. عبد الله السعيد بس عايز اقول لك حاجه، الفرقه مش هتستحمله كابتن، لا خصوصا لو لا. دخل فيهم جول. لا انا هقول لك حاجه، هو عبد الله السعيد طول الوقت بيلعب بمزاجه. بيلعب فين عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد بيلعب فين؟ دايما بيلعب في الجزء الامامي براحته. أيوة. يروح يمين يروح شمال زي ما هو عايز، هو عنده الفكر ده انه بيعرف يستلم ويجري اللعيبه. لو استلم فوق ما عندوش الواحد ضد واحد، كان زمان عنده الواحد ضد واحد، لكن دلوقتي عبد الله بيلعب لعب تجاري اللي هو وقفته بيبقى في الحته الهجوميه بيتحرك زي ما هو عايز. وليد الكارت النهارده هتلاقيه ملتزم جدا جنب دونجا. أيوة. وهتلاقي الدفاع بتاعهم بخمسه، وهتلاقي الطرف كمل لك الفكره، الطرف من الاطراف مش هيطلع، عمر جابر مش هيطلع، اصله هيطلع ليه؟ عنده مثلا الناحيه اليمين ابراهيم عادل اللي بيخش لجوه، لكن الناحيه الشمال اللي المفروض محمد حمدي اللي بيلعب فيها كويس مش هيهاجم. انت عارف هو عايز يهاجمك منين؟ من عند علي معلول كمان. ده اكيد طبعا. عاوز يهاجمك من عند علي معلول. يستغل النقطه بتاعت تقدم علي معلول. يستغل نقطه طبعًا. علي معلول طبعًا. فهيعمل ايه عند علي معلول؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا اقول لك حاجه، ممكن اقول لك ان اللي هيهاجم عمر ممكن يزود شويه لكن الناحيه الثانيه هتقف، لانه ما ينفعش ايهاب بيعمل حاجه كويسه، بيعمل الميل. أيوه. ودي حلوه فيه، يعني لما بيطلع الطرف الشمال اليمين بيخش لجوه. عنده من الفتنه انه يعمل الحاجات دي. أيوه. الحاجات الصغيره اللي عنده ايهاب. يعني المهم بقى في الامر في الاخر انك انت بتلاعب فرقه امكانياتها في الواحد ضد واحد كويس. بمعنى عندهم رمضان صبحي كويس في الواحد ضد واحد، عبد الله السعيد على الواقف وبيحط الكوره بيضربك باللعب، عندهم ابراهيم عادل بيعرف واحد ضد واحد كويس، عندهم وليد الكارت بيعرف واحد ضد واحد كويس. هيبقى عندك صعوبه لو انت ما وقفتش دفاعيا كويس. وانا بحيي موسيماني انه ما لعبش بثلاثه النهارده. اكيد. مش مجازفه منه؟ لا مش مجازفه. مجازفه ليه يا ايمن؟ مجازفه خالص. انت النادي الاهلي. بص يا كابتن. لا صح، انا طبعا يا كابتن اسامه، بس انت بتتكلم على نقط قوه يعني. وسط ملعب بيراميدز وانت حاطط ديانج وحمدي فتحي. طب انا بقى المدرب بتاع بيراميدز ايهاب لو كسب هيلعب بالثلاثه. هلعب دور ايهاب جلال وانا قاعد دلوقتي. واحنا عمالين نتكلم على لعيبته. كويس. انا لما باجي اتكلم على الفرقه انا هلاعب الاهلي. النادي الاهلي. همسك علي معلول. اللي بيهاجم محمد هاني بدا يهاجم بقى كويس. طيب دلوقتي ديانج بيكمل في وسط الملعب، ودلوقتي السوليه او حمدي فتحي بيعمل ايه؟ دلوقتي قفشه لما بينزل وبيعمل
يعني هو مضغوط اكتر منا. أيوة. يعني هو اللي لازم يعمل هو بقى ايهاب عنده ميزه ثانيه. ايهاب ليه؟ انت جبت اكتر من ماتش لايهاب جلال بيلعب النادي الاهلي وبيضغط من قدام. انا عارف فلسفته. فلسفته في مباراه الاهلي مع الانديه القليله ايه هي الفلسفه؟ هتتغير النهارده. ايه هي الفلسفه؟ هو بيلعب بالريسك. أيوة. طبيعي ان الاهلي يكسبك. ان شاء الله. لما اكسبك لا انا بكلمك يعني. انا بكلمك على فكره هو في الماتشات اللي كان بيلعبك. أيوة. ده لعبك بالمقصه، لعبك بثلاثه قدام يا كابتن شريف، 3 4 3 اه يعني كان بيهاجمك. أيوة. إيه انت عارف هو اصل الماتش ده انتهى منتهي. انت تكسب تتصيط قوي وتبقى كويس. تخسر ما ده العادي، انت بتخسر. بس ممكن خياله عادي اللي ولكن بيراميدز لا هو بينافس عادل. هيعمل توقف. انا كراجل اتفرجت على الاهلي المباراه اللي فاتت خيالي ممكن يوديني لسيناريو تاني خالص. يعني علشان احنا كان ادائنا علشان احنا كان على جهاد فيعمل لك تيست في الملعب. بس انا اقول لك يبقى في تيستات كده. يعني انت بتقول لي عمر جابر يهاجم ليه؟ لا لازم يهاجم. اقول لك حاجه في محمد حمدي لازم يعمل سبوت لرمضان عشان هو يبقى له بس مش هيهاجم ويبقى له اسم بيراميدز اللي احنا بنتكلم عنه. انما غير كده انت خلاص يا دام لو هو عمل التحفظات اللي انت عايزها هو يعملها هو هيتغلب. هو مش عامل تحفظات. طيب هو ده هو اوفر في الموضوع الهجوم ده فكره دايما على فكره. هو فكره. لكن انا اللي انا عايز اقوله لك النهارده بس في حاجه في بيراميدز، الحاجه الوحيده اللي تتعبهم ودائما هيتعبوا فيها الروح. الفرقه دي من الفرق عندها مجموعه لعيبه كبار ومجموعة لعيبة كويسة، ولكن حتة الروح والقلب ما عندهمش قوي. طب عارف لما يدخل فيهم جون أو اتنين خلاص انتهى الفيلم بالنسبة. طيب كابتن علاء، الاندفاع الهجومي المبكر والمجازفة الهجومية مطلوبة من البداية في الماتش زي ده من الأهلي البيراميدز، ولا مطلوب في البداية الحرص الدفاعي؟ كابتن أسامة، ما ينفعش مجازفة. ما ينفعش مجازفة. لا لا، أجازف ليه؟ ليه أجازف من الأول؟ ليه المجازفة؟ المباريات الكبيره دي مش عايزه مجازفه، عايزه صبر وعايز ازاي تعرف تلعب اللي قدامك. اجازف ليه؟ ممكن اجازف، ممكن يجي فيها جول. ليه انا اخش في مشاكل من اول المباراه؟ بالعكس، مباراه 90 دقيقه لازم امشي مع المباراه وقت، لازم اخد وقت على مهلك، لازم اخش المباراه بثقه. انا مستحوذ، انا ابدا اشغل الناس بتاعته كلها، لكن ما اجازفش. اجازف ليه؟ اعمل ضغط، ضغط غير مجازفه. ضغط بعقلانيه، باطراف كويسه قوي، قافل نص ملعب كويس قوي، قافل القلب كويس قوي. هو اكيد النهارده هيلعب على حته القلب برضو، اكيد برضو عندهم مفاتيح كتير قوي هجوميه. مظبوط. زيك انت طبعا عندك مفاتيح هجوميه كتير جدا، عشان كده النهارده بقول لك المباراه هتتلعب على اجزاء صغيره جدا. ولو كان انت مثلا مش حابب في البدايه ان معلول يطلع وهاني يطلع وديانج يتقدم، لا العب بطبيعتك، يعني بالحاله الطبيعيه بتاعتك. كوره مثلا عند محمد هاني كمل هجمتك عادي، وعلي معلول متاخر شويه عشان بتغير اللعبه تلاقي واحد فاضي. شكلك اللعب العادي بتاعك، لكن مش مجازفه. ليه مجازفه من الاول؟ لسه بدري، مباراه طويله قوي يا ايمن. مش مجازفه، لكن اضغط ضغط هجوم الاول. احاول انا بقى عندي الاستحواذ، احاول دايما الحاجه اللي بحبها انا في لعيبه النادي الاهلي الرساله من الاول. الرساله. أيوة. من الاول انا اللي ضاغط، انا المستحوذ، انا الفاعل على طول. ولكن المباراه دي فيها تحولات كتير. اكيد، لانك انت في الفريقين عندهم مفتاح لعب كتير جدا. صحيح. واتنين مدربين بيعرفوا يشتغلوا كويس حتى بالناس الاحتياطي اللي بره. اللعيبه كلها كبيره ما شاء الله. عشان كده النهارده مباراه ما تقدرش تقول مش محسومه، لكن تحسمها بادائك في الملعب، بتركيزك مع كل دقيقه في المباراه. كل دقيقه يا ايمن في المباراه لازم ابقى انا مركز معاها. التغيرات تحصل في المباراه، جبت جول. صحيح. مضغوط، لا قدر الله استقبلت هدف، كل دي انت بتغير شكلك، بتغير تفكيرك، لكن في الاطار اللي رسمه لك المدير الفني. ده النهارده، لكن مش مجازفه من الاول، بالعكس. ضغط كويس قوي، مركز كويس قوي، كل دقيقه بتعدي في المباراه انت عارف انت بتشتغل ازاي، انت عايز ايه. اهم حاجه وانت لازم المباراه ايمن، انت عندك هدف. الهدف انت اللي عايزه النهارده ايه؟ تبدا تشتغل بكل بقى خطوطك، مش بلعيب او واحد. النهارده الحاجه بس بتمناها، ما اعرفش هتلعب ولا لا، ان محمد عبد المنعم يلعب ناحيه اليمين، ما لعبش على الشمال. اعتقد هو ده اللي هيحصل. ان محمد عبد المنعم لما بيلعب ناحيه معلول بيقل كتير جدا. مزبوط. جدا، لكن لما بيلعب مع هاني محمد هاني ناحيه محمد هاني ناحيه اليمين بيبقى حاجه ثانيه خالص. بتمنى بس الـ الشكل يتغير النهارده، لانك هتستفاد محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عنده قدره، بيعرف يستلم الكره من الخلف ويجي بفاضي. ان الحاجات دي ايما تفرق معاك. اول النهارده الملعب كله انت بتدور على واحد
فاضي يجي بوشه بالكوره، هو ده اللي هيفرق معاك النهارده في المباراه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن اسامه، قلنا مفاتيح لعب بيراميدز في الخط الامامي، ازاي مستر موسيماني يوقف مفاتيح لعب بيراميدز النهارده؟ انا نمره واحد بقول ان الاهلي لازم يضغط من قدام كويس، لانه ايهاب جلال زي ما قلنا بيحضر من بدري قوي، ومهما كان الضغط عليه بيصمم في لعبته انه يستمروا بنفس الاسلوب في نقل الكره من تحت صح. فكتير جدا لما بنلعب ايهاب جلال حتى الفرق اللي غير الاهلي بيغلطوا كتير في الخط الخلفي، بيغلطوا كتير في الخط الخلفي. لو انا ابتديت بشكل فيه هدوء شويه هم عندهم قدرات هجوميه هتربكك، هيضغطوك هم وهيبتدوا كورنرز في فاول، خاصه هم في الضربات الثابته مميزين جدا، مميزين جدا سواء الكورنرز او الضربات اللي ناحيه اليمين والشمال يعني في الكور والكور الثابته قدام ال 18 على سعيد بيعملها كويس قوي. الكورنرز في الكورنرز عندهم علي جبر بيلعب بدماغه كويس جدا، احمد سامي بيلعب كويس جدا، الكارتي بيلعب بدماغه كويس جدا، حتى مع الوداد المغربي كان بيجيب اجوان على طول بدماغه في اللقاي في لاكاي. فعندهم مميزين في الحته دي. الفاولات الثابته الفاولات قدام ال 18 عبد الله سعيد احمد سامي الكارت ثلاثه بيلعبوها كويس اللي هي الضربات الثابته قدام ال 18 قدام ال 18 اللي بتتلعب مره واحده، احنا عندنا علي معلول بيعملها كويس، هم برضو عندهم دي كويس، وعندهم الحاجات الجانبيه عبد الله بيعملها جامد جدا يعني بيعملها عرضيه جامد جدا عشان يشتركوا فيها علي جبر واحمد سامي، فهم مميزين في الضربات الثابته. فانا لو ريحتهم من الاول ولعبت على مهلي من تحت هتديهم فرصة ان هم، انا عايز احنا اللي ناخد المبادرة مش احنا اللي ناخد المبادرة ان هنفضل كده 90 دقيقة، لان هم فرقة برضو انت دخلت في المستوى انت اعلى منهم بس انت دخلت في المستوى المتقارب، فده مش مع احترامي لكامل الفرق التانية، انت ما بتلعبش المقصة ولا شركة الدخان استرن كامباني ولا الفرق اللي هي تحت في القاع بتاع لا انت بتلعب الاول وعنده لعيبة مميزة مزبوط. فانا اتمنى ان البدايه تبقى شبيهه بتاعه الهلال السعودي والمقصه، ان من البدايه شريف وقفشه واضغطوا الامام وغلطوا الناس اللي ورا دي البدايه، لكن بعد كده حسب طبعا سير المباراه يعني بإذن فنتمنى توفيق وتركيز بس في الفرص اللي هتيجي، لان ممكن الفرص تبقى مش كتيره قوي هنا وهنا يعني. طيب كابتن عادل، السيناريو المتوقع على الشوط الاول من الفريقين؟ والله الضغط من البدايه من النادي الاهلي هينتج عن حاجات زي ما الكابتن اسامه والكابتن علاء والكابتن شريف اتكلموا، الضغط في البدايه هي موافقه، بس هو في نقطه الريسك. ما معنى الريسك؟ يعني كلمه الريسك دي اللي هو المجازفه اللي احنا بنتكلم عليها، المجازفه اللي احنا بنتكلم عليها، ما معناها في الوقت ده؟ انك انت هل وانت بتضغط عليهم تبقى عامل عمق دفاعي مثلا؟ ده ما يبقاش فيه ريسك؟ لا، هو الكلمه انا من وجهه نظري يعني ان النادي الاهلي دايما الناس بتخاف منه. تعمل له حساب. وانا قلتها في بيراميدز. لازم الاهلي يدوس قوي. اقولها لك بمعنى ان انا وانا بلاعبهم ما اديهمش، ودي كانت غلطتنا من ثلاث سنين مع بيراميدز. اديناهم حجم كبير. يعني اديناهم حجم كبير، هم حجمهم كبير في الكوره وفرقه جامده. لكن برضه انت الاهلي احيانا الشد العصبي ومديهم المبالغه فيهم، لا انت اللي بتلعب هم رد فعلك. ايوه فالنهارده ده اللي انا عايزه، ان احنا اللي نشتغل وهم يبقوا رد فعل. عندهم لعيبه كويسه وكل حاجه بس عندنا انتظام وعندنا الوقفه الدفاعيه الكويسه. باذن الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.